مساء الخير. مساء الخير. حفلة عمي، معلش. والله صارت حفلة قبل شوي جميلة حمصية. كنت عشوي حنزل اعتذار انه help somebody help. كنت حنزل اعتذار انه انا توهقت والوضع عندي مش ظابط، النت برقص والكهرباء بترقص، everything is dancing. هلا جيجي، هلا اوس عبدو، ضفيري، اسول، ايمن، احمد حسان، هند، مين التوب 5؟ جيجي، اوس، عبدو، ضفيري، اسول. يس لك يسعد. هلا شادو، ايمن، هلا صفاء، هلا ايفا. للأسف أنا الأولى، بس اليوتيوب بيعطيكم فرصة بعمر مرة واحدة. بالعمر مرة واحدة. هلا نوفل، حيالله علي، ماستريكسة، هلا هيلا، هلا فهادي، دود. هلا توهقت قبل شوي، توهقت على آخر. النت كاين مش عارف شو ماله، والكهرباء صارت تترمش. دود باراسايت ايفل الجزء الثاني احسن بكتير ولا شو رايك؟ انا مش متذكر الجزء الاول نهائي، انا مش متذكر الجزء الاول نهائي، بس انا اللي بتذكره انه الثاني طبعا احسن. الجزء الاول هذا جزء عمره جزء 25 26 سنه اي ثينك. معلش يا نوفل، الكاميرا اللي بتطول بالشاشه اللي بتطول انا شلتها لانه مش ظابطة. لما بلعب ألعاب قديمة بضطر أعمل شغلات معينة في الأو بي إس عشان يزبط. فبعينك الله وإحضر الستريم إنه بالعرض يعني لاندسكيب مود. هلا هلا سفر العميري، أعملها فول سكرين. بضطر أشيل الكاميرا لأنه ما بتزبط، بعرفش ليش. هلا عائشة، هلا يامن، الله يسعدك، واك انت الافضل، الله يخليك. هلا صادق، مرحبتين. هلا استا، واك يسعدك. نوفل ومحمد، محمد خو خص ام سوري، واك يسعدك، شكرا على الجفت. مش عارف اقرا الاسم، حاسس حالي حجيب العيد اذا قراته. انا اصلا دائما بشوف العرض بس عشان الباقيين. تمام، إذا حدا بيسأل وأنا مش منتبه أقوله والله، لأنه التغييرات اللي بعملها في الأو بي إس بتخلي الوضع الطولي في التيك توك الكاميرا تبعتي ما تبين، بس اللعبة بتكون مبينة وصوتي. بعرفش والله يا فهادي، الموضوع بإيد شناوي يا حبايب، الموضوع بإيد شناوي مش بإيدي، موضوع التليجرام. وشناوي يعطيه ألف عافية، كتير مشغول يعني، أكيد هو لما بيكون فاضي ما بيقصر، فما بعرف شكله مشغول كتير هاي الفترة. عشان هيك انتوا يعني كونوا حريصين تحضروا الستريم قبل التليجرام. هلا ريبيكا وولف، فعلا لعبة خرافية. يس انا لعبتها من سنين طويلة، كنت صغير لعبتها انا وصاحبي في الاردن في عمان وبس. فانا مش بتذكر اي اشي منها، صفر يعني، ختمناها بهداك اليوم بهديك السنة and that's it. فانا مش تقلها وحابب يعني أتعمق بقصتها لأنهم بيحكوا من أحلى القصص. يعني أنا بنيت فكرة إنه لازم نعملها ريميك على الجزء الثاني، أنا الجزء الثاني متذكره أكثر. هل تعتقد أن ألعاب الرعب متمثلة بسايلنت هيل وريزدنت إيفل هي مرجع لجميع ألعاب الرعب؟ نعم نعم، أنا بالنسبة لي سايلنت هيل وريزدنت إيفل اللي هم أساس، وكتير مبين كتير في ألعاب جديدة بتحس الوحي ريزدنت إيفل أو سايلنت هيل أو التنين مع بعض، كتير بتحس الوحي هيك. هلا صقر، هلا رش أور، أيوة مين؟ أحلى كنترولر من عم نوفل. حسن إحنا نسينا اللعبة، ما أنا عملت ستريم عشان أذكرك فيها وأذكر حالي فيها كمان، عشان أذكرك فيها وأتذكرها أنا كمان. بس ديروا بالكم، ها ديروا بالكم اللعبة وتيرتها بطيئة، يعني لا تتوقع لي كول اوف ديوتي، لا تتوقع لي بطل فيلد، اللعبة وتيرتها بطيئة بطيئة. يس لانه هيك الالعاب القديمة زي باراسايت ايفو وغيرها.
حسان هي يدة البلاي ستيشن 4 اللي قلت لك عليها ذاك اليوم، قلت لي تبع الأجهزة القديمة فيها اثنين جويستيك. أنا الانيميشن اللي بيطلع لي، لا الانيميشن اللي بيطلع لي للجيفت على التيك توك هي يد نينتندو 64 القديمة هذه، عليها أربع أزرار ومكتوب عليها تيك توك، ما بيطلع لي يد عليها جويستيك. يس. هلا حسان عليكم السلام. امبارح امي طلعت من المستشفى، الحمد لله على السلامة، واليوم مدرسة. لا لا كملت الفرحة يا صفاء، طلعت امك من المستشفى بكل الدنيا وما فيها، ألف الحمد لله على سلامتها. ما تقارنيش مدرسة بطلعت امك من المستشفى، شو دخل هاي بهاي؟ بالعكس طلعت امك من المستشفى هذه لحالها بالدنيا وما فيها، ألف الحمد لله على سلامتها. بالعكس كامل الفرحة وزيادة. سمعت لعبة شبح تسوشيما تسوشيما صار خبر مؤكد ان بلاي ستيشن لسه ما قالت عن شيء بسبب احد المطورين سكوبانش استوديو نزل من غير قصد انهم شغالين في الجزء الثاني. ما هو شيء بديهي يعني، مش غريب، مش غريب تكون جوست اوف تسوشيما 2 شغالة يعني. الجزء الاول يعني كان جدا ناجح. تلعب الجزئين كاملة ولا الجزء الاول بس؟ مبدئيا الاول، مبدئيا الاول، لان احنا يعني حنخش بهذا الشهر بألعاب كتير كتير دسمة ان شاء الله، يعني اقدر العبهم ويكون عندي كودات يعني وهيك، ان شاء الله اقدر العبهم. يعني كتير حابب العب اساسين كريد بما انهم رجعوا للنظام القديم الخطي بدون عالم مفتوح، حاب العب اساسين كريد هذه كمان يومين ثلاثة، حاب العب لوردز اوف ذا فولن اللي بتشبه العاب سولز المفروض، الان ويك 2، سبايدر مان 2، حفلة ان شاء الله اقدر العبهم كلهم. انا ما بوعد، بعرفش يعني، ما ان شاء الله يكون في مجال، انا اتامل وبسعى قاعد للامانه بسعى عشان نلعبهم مع بعض. لعبه اليوم اسمها باراسايت ايف، لعبه قديمه على البلاي ستيشن 1 نزلت جزء من 200 سنه. سؤال فيها الغاز عشان تساعدوني اللي متذكرينها ساعدونا. طب اسمع اسمع خلينا نبلش، بس قبل ما نبلش اول اشي اليوم الستريم برعايه حبيبنا النشمي الأردني الجميل اللي أنا لما ختمت اللعبة كنت في الأردن، عبد الرحمن التميمي، وكيسعدك يا أحلى منتسب ستارز، وإن شاء الله تستمتع في الستريم، وشكرا لدعمك يا عسل. وبدنا نرحب في عبود وبقية ستارز اللي إنا زمان ما رحبنا فيهم، يعني يعني أخ بس أخ بس. Searching and home has been found. I am not stopping. I'm the hunter.
بضحك على النشيد الوطني قاعد. عم بضحك انه تحية عام زي النشيد الوطني. So funny. في حدا بيسأل هاي اللعبة اللي بدايتها في مسرح؟ صحيح هي هاي. أنا بس أسمع باراسايت إيف بتذكر هذا المشهد. A fresh boot. وبعدين Oh my god. هون هلأ كل الدعاوى بتشتغل. يا رب يشتغل، يا رب يشتغل، يا رب ما يطقطق، يا رب ما يطلع صوت طقطق، يا رب يشتغل، يا رب يشتغل، يا رب يشتغل. دعاوى، كمية دعاوى كانت تطلع بعد هذا الشعار، اشي بجنن. على فكرة نزلت على هذه النسخة مودين، مود بحسن الجرافيكس شوي، الرسومات، ومود بحسن الفونت، الخط تبع الكتابة. وطبعا من الأشياء الكلاسيكية في باراسايت إيف الموسيقى هاي. هاي الموسيقى إيبك. يلا آية بريا، تذكر امتى اخر مره شفت الاوبننج كامل؟ انا لك احلى برلين، لك احلى هلو من احلى برلين مستر ساجيتاريوس يا صاحب برج القوس. وكيسعدك، شكرا على الدونيشن. فطوم فراس، لك احلى جفت، يسعدو. يي الحمد لله الكنترولر شغال، خفت يكون مش شغال. انا هل انتم جاهزون؟ هات نعمل، رح اعمل سيف من نفس المود، من نفس شو اسمه هون، محاكي، لان انا بخاف يكرش اشي. يلا نيو جيم، بسم الله. هلا بتكرش. لا تنسوا اللايك. جيكسو. ويت، ابو فراس، لما بلعب لعبة قديمة بضطر اعمل تغييرات على البرنامج، فللأسف الكاميرا بتروح، فاحضر فول سكرين. هاي الاوبننج اللي اوكي، نو سكيب. احنا حاليا في مدينة نيويورك، نيويورك سيتي، مع الليبرتي ستاتيو، تمثال في حدا بيعرف تمثال الحرية هذا كيف حصلت عليه امريكا؟ في حدا بيعرف؟ او بالاحرى مين بنا؟ سؤال ثقافة عامة. شكرا سمية، يسعد، شكرا على الجيفت. ياس، احلى عبده جاوب صح، من فرنسا. ياس، من فرنسا، هدية من فرنسا.
اوه ولا تقول رسومات ريزدنت ايفل 4 ريميك. لابسة ومتأنقة بارسات ايف. يا اوكي وي ميد ات جاست ان تايم. وصلنا في الوقت بالكاد. واتس رونج؟ يو ار ذا وان هو وانتد تو كم تو ذا اوبرا. شو قصتك انت اللي بدك تيجي على الاوبرا؟ الاسم ايا بريا، عمرها 25 سنة، وهي ضابطة وشرطية في شرطة نيويورك NYPD نيويورك بوليس ديبارتمنت. لا لا خليكي زي ما انت. شو بدي اسميكي مثلا؟ سعاد ام العبد. هلا اغا يسعد فيصل. شكرا فطوم على الكنترولر. شكلها هاي آية مش جاي عبالها تيجي على الحفلة، بتقول لك اه خلص ماشي شكلي حسمع كلامك رح استمتع، يعني جاي ومحمل الدنيا جميلة. بالله عليك بقولها ما انت مبسوطة لانك اجيتي معي، حتى خليت ابوي يحجز لنا احسن الكراسي. اوكي هذا بوي فريند، فارخي حالك رح نقضي وقت ممتع في الأوبرا. هيك أحلى وقت ممتع هلا. You're gonna all فلافل dude. لا أنا بلعب كنترولر بلاي ستيشن 4. قلب القلوب أحلى بفراس. إذا في حدا هيك بفوت على القاعة فايت ركض. يما مقدمك من لعبة، بس لا يزال حضورك جميل ولك بصمة. مين هدول؟ أبي أرجوك أعطني الإذن لأتجوز إيفا. ممنوع. تعرف ما الذي سيحصل لك يا بني؟ لقد خضعت لي لجمالها غصب عنك. أوكي العربي يصح في الزاوية. هي التي عانت بسببك، إنها الشر. أيها الحراس أمسكوها احرقوها على العصا. كيف؟ بنفع أكون في أي إشي غير هذا الإشي؟ أبدا. إذا حكمت عليها بالموت فسوف أخذ حياتي بنفسي وأنتحر. إدواردو اللي بتقوله ده يا مجرم؟ اسمع كلام باباك. كيف فصحى ولهجة مصرية؟ يا أوكي وك أحلى مشمشي أحلى هونك. 6-8-3 وك 25 مانس في ستارز. والله إنك نجم حبيب القلب. دومو أريغاتو. ولك أنا اللي أقول لك أريغاتو يا عسل. بهديك هذا المشهد تفضل. خود هذا أكثر مشهد كلاسيك في عالم الألعاب بشكل عام. الكلاسيك زمان ختمنا لايز أوف بي. نعم شوف عينيها كيف. أبو الجوج أحلى حجيلانه. Damn. ما بلشنا فيها عشان نعرف قصتها معلم. أصدقائي في التيك توك احضروني بوضعية الفول سكرين.
لحد ما الاقي حل لموضوع كاميرتي لما العب العاب قديمه. طب هلا صاحبها شو حيعمل؟ حيهرب؟ حيتركها ويروح عند ابوه؟ I don't wanna. Oh my god. اي هرب، تركها. Go. Get out of here. اه والله آية اللي قالت له روح، روح من هون. روح من هون now. دفشت الزلمة. صديقك دفشتي يا ولية. طب وين راح؟ وك حبيبي هونك، لك يسعدك. وك يسعدك واحلى 5 جيفت سب من 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 ايدين احلى هونك. والله بيستاهلوا الجيكسو. يسلموا ايديك وعينيك يا عسل. انا بعرفش كيف الجيم، كيف بدي العب. فريز ان واي بي دي بيش. هسه بتغني هاي. انت الوحيده التي كنت بخير. وات؟ يجب ان تستيقظي قريبا. اللي بتتكلمي فيه ده يا ولية. محدش يركز كتير، فصحى لهجة مصرية. لك شي عم بتقولي؟ شو عم بتقولي؟ سوري. اسمعي، خلاياكي عم تتواصل مع بعض. خلاياكي بتقولها انهم يصيحون. او ده هل ايش عمل؟ اوكي. ضحكت عنزة على بمسلخ. استني يا جحشة. What's happening؟ ما الذي يحصل؟ جسدي انه يشتعل. اوكي انا مش متذكر ولا شيء. هاها زي ما عرفت بتقولها. عرفت شو عرفتي؟ What is this؟ What did you do to me؟ شو عملتي فيي؟ ولي أجسادنا تتواصل مع بعض. معك حق آية. وايت يتواصلوا؟ ايش انت ايش بدك بتقولها بالضبط؟ انت مش مريحة يا ولية. ايش اجسادنا تتواصل مع بعض؟ عايزة ايه؟ كل ما استخدمت قوتك كل ما اصبحت زيي. باور؟ وات باور؟ هو ار يو؟ انت مين واي قوة؟ ايف. هذه ايف. اوكي ايف، أنا مستغربة إنك مش عارفتيني يا آية، لازم تعرفيني كويس. What؟ أوكي. هذا فلاش باك. هلا ضحوم، عليكم السلام. What is this؟ كأنها آية شايفة حالها وهي صغيرة كأنها في مستشفى. انا بعرفش ايش عن القصه، بعرفش ايش عن القصه تبعت الجزء الاول. لما ختمتها كنت يعني بعرفش انجليزي، يعني كنت صغير. What was that؟ طير يا بومبا. انت رايحه فين يا وليه؟ اوكي هلا باختصار شديد، هذه المجنونه اللي طارت هلا اسمها ايف، حرقت كل اللي كانوا موجودين في المسرح. ليه منعرفش؟ الوحيدة اللي ما انحرقت آية، وهي لما اطلعت عليها بتقولها انت ما انحرقتي، يعني انت زيي، واجسادنا تتواصل وخلاياكي تصيح، وانت حاليا في مرحلة الاستيقاظ. طبعا آية مش فاهمة ولا اشي، وبتقولها انا مستغربة انك ما بتعرفينيش. الحقها يعني ولا شو؟ في اشي هون. ميديسن حسان رو استنى انا افهم. ايوه حي الله. شاشة فاينل فانتسي ليفل 1 نيكست ليفل 3 اكويبمنت يوز بي اي باراسايت ايف، يعني بي اي هيل 1 عندها ماجيك هيل. اوكي مسدس
في عندك armor، درع، في عندنا system، اوكي، وsword. هذا sword للأدوات اللي معي. يا اوكي. على فكرة اللي لعبوا ألعاب Final Fantasy القديمة، اللي لعبوا ألعاب Final Fantasy القديمة أكيد رح يسمعوا أصوات زي هيك. هدول هذه كلها من Final Fantasy، لأنه سكوير سوفت سابقا هي نفسها سكوير إنكس حاليا. المفروض إشي زي هيك. هي تحت بتقول وصلوا الشرطة. جام داون، جام داون يا شيخة طيري. الجودة تعبانة يا محمد. هذه اللعبة عمرها يجوز 25-26 سنة معلم. أوه هذه وين؟ مش هاي تحيل كريبي كريبي. مش هاي نفسها اللي شافتها قبل شوي بالفلاش باك؟ كنا بتشوف حالها قاعدة. That girl, it couldn't be. مستحيل تكون هي. بتقول لك مين؟ أوه ساسبنس ساسبنس. إن أنا في حالة ساسبنس. وحيا الله هانك. كيف لعبة سيكيورتي نايت قصدك؟ أنت كاتبها بالشين سيكيورتي. بلشت تتكلج زيي. رهيبة. نايت سيكيورتي قصدك؟ نايت سيكيورتي قصدي نايت سيكيورتي. رهيبة معلم. أو أحسن. إيش بالنسبة للموسيقى؟ It's so nice. What? صوت فيل. اوه انه يتحول. واو. شيت. اعملها على حاله. اوكي طلع ديناصور من اوه هلو ويت ام فريكين اوت. تعال جاست داي فري كي. يا خدنا ايمو 6. والله نايس كاتسين لتحول الفار. الاشي الوحيد اللي ما عملتوش ريزيدنت ايفل. Did Eve do that to the rat? What's going on here? مش عارف يا ايف. اي اي او اعتقد لازم اروح طبيب اسنان بالضبط. جي فيروس الغلابة. هادي اعتقد هاي اللعبة بال 97 او بال 98. يعني هي يا اما نزلت لما نزلت ريزيدنت ايفل 1 او لما نزلت ريزيدنت ايفل 2 او بيناتهم. هذول محروقين. عم الألعاب الكلاسيكية إلها طعم تاني بالنسبة لي. وإشي بديهي، إشي بديهي. نوستالجيا بالنهاية، ذكريات طفولة. شو كنت طفل وأنا بلعبها وسهرنا عليها ساعات وحالتنا حالة. طبعا سهرنا عليها ساعات لأنه لا أنا ولا هو بنعرف إنجليزي. إيش في؟ إيه هذا عايش. لساته عايش. استنى رح أحكي مع الإسعاف. ميليسا، ميليسا إنها وحش. هذيك اللابسة أحمر. لا تحاول تحكي. ميليسا قصدك الممثلة الأساسية. على الأغلب قتلت سوزن كمان. لازم توقفيها أرجوك. استيقظ. تمسك أو تماسك. تماسك إيش؟ He's dead. جي فيروس الغلابة ضحكني التعليق. شو
كنت بحكي أنا؟ آه لا أنا بعرف إنجليزي ولا هو بعرف إنجليزي. Oh that's nice. وكنا ماشيين على البركة. كتير بتذكر إنه طولنا فيها طولنا فيها وطلع علينا الصبح وحالتنا حالة وإحنا بنلعب، بس كنا مندمجين على الآخر يعني. كان الوضع كتير نايس. خدي كل اشي مني، كل اشي على الطاولة خدي. فكرها حرامية. لا تخرعني انا مع الشرطة. انت اللي خرعتيني ليدي، انا كنت لسه عم بجهز. ممنوع يفوتوا غير الممثلين هون. كان في حادثة بتقول له لازم تطلع، بيخلوا المكان قاعدين. What? You kidding? Right? Hey, I'm not dying here tonight. See ya. See ya. عن جد انك كلاون. He's dead. انا لاعبها مرة واحدة من سنين طويلة معلم. لاعبها مرة واحدة من سنين طويلة. كنت صغير. بس بتذكر انها علقت في راسي يعني. يس يا اوكي ريلاكس. يب زاد الليفل. يس باقي تقابل الببغاء في القفص مره مرعب. ببغاء والله. هانك هايك حافظها معلم. يس بتقابل زعيم. أكيد فيها زعمة. أكيد كابتن كلاو. بعرفهاش يا عبدو. هاي كابتن كلاو بعرفهاش. كان يجي كتيبات من بعض الألعاب وأختي تخلينا أقرأهم عليها وهي تلعب. أنا بتذكر الكتيبات اللي كانت عندي أو المجلات أو اللي كانت عند أخوي اللي كان يشتري تبعت Resident Evil 2 وريزيدنت ايفل 3 وتوم بريدر 1. هدول المجلات اللي بتذكرهم. في غيرهم كان بس هدول اكتر اشي بتذكرهم. بس هادي لا، هادي تعبنا عليها وشقينا. هاي ما كانش لها كتيب باراسايت ايف. بس الموسيقى رهيبة، موسيقى كلاسيكية بتذكرني بهونتينج جراوند و Resident Evil هيك. أنا مش عارف وين رايح بس يلا هنا أحسن. فيش خريطة صح؟ No map. اللعبة عشق يا حسان. يس حيلا بشاير. الله اللعبة اللعبة جوي وأجوائي. يس حيلا بشاير. نايس. أنا بنبسط من اللي بيكونوا يعني بحبوا هذه الألعاب لأنها بتذكرهم بذكريات مثلا زيي، أو مثلا بتعرفوا عليها لأول مرة وبحبوها يعني بكون إلهم جو بالألعاب الكلاسيكية. أنا بحب هيك بنبسط. إيش عملت أنا؟ آه صندوق. تحيو آه طول بالك. Are you dead؟ طبعا بهذه الالعاب الكلاسيكيه لازم تفحص زاويه لانك بتعرفش ممكن تاخذ. هاي تفضل لقيت مفتاح ثياتر كي، مفتاح المسرح. نو في اشي بضوي يا سعاد. يا ريت لو سميناها سعاد بدل آية بما انهم اعطوني خيار التسميه. كان سميتها ام العبد. بس حسيت حالي لو اعطيتها اسم تاني اللعبه رح تنهبل. تخيل تقولك ام العبد سينج. ام العبد تقول، ام العبد تقاوم، ام العبد تقاتل. حسيت الموضوع حيكون غبي. اوكي هون في اشي يا سعاد. الو او الافضل احكي مع قسم الشرطه اقول لهم شو صار. او هاد سيف. يا اوكي هذا سيف.
بدهاش هال بدهاش هالوقت للسيف. قاعدين بنسيف على كمبيوتر وعلى اس اس دي. قال بيعمل لي لودينج. لودينج لايش؟ فريك. بس كأنه التحكم شوي صعب. ها اوكي. احنا اخذنا مفتاح صح؟ اوه انلوك ذا دور. سيف روم الغلابة. تصاميم الاماكن اشي رهيب صح؟ ايه ابو الهانك هي هي الببغاء. ايه حافظها هانك. نايس. اوه اخذنا ايمو. هلا ايش قلب فينيكس. اي يا تاني مرة مطرشي على آية. الموسيقى كتير هونتينج جراوند. أهلا مستر نوفلت. حلو مريم. حلو ريسكي. حسام بتختم أساسين كريد الجديدة؟ ناوي والله بإذن الله ناوي. بس يعني بصراحة بستنى كود. إنني أنتظر كود لحتى نلعبها إن شاء الله. يعني حابب يعني فكرتها مشجعة إنه في بغداد وعربية وهيك. فإتس نايس. وبعدين أنا ما بقدر بكل ثقة أقول إنه إذا لعبت أساسين كريد هاي حتكون أول لعبة أساسين كريد بلعبها سواء على القناة أو برا القناة. أنا ما بلعبش أساسين كريد لأنه ما بحب العالم المفتوح. فإن شاء الله بتكون أول تجربة لي في إشي اسمه أساسين كريد. يعني بقيت الأجزاء يعني بس يدوب هيك أقل من مرور الكرام. في إشي هنا there's a note I think. يوميات 3/11 يوم الاثنين. عرض الكريسماس هذا كان حلمي. الممثلة الأساسية إلها حفلة خاصة فيها في المسرح في الحديقة المركزية. أخذت كل الأدوية لحتى أوصل لهون. لازم أحصل على القيادة أو على دور القيادة. حتى ممكن أبيع روحي للشيطان لحتى أحصل عليه. هلأ في طموح وفي غبا. في طموح وفي هبل. هذا هو الغبا زائد الهبل. طيب 17/11/2. الطاقم اعلن انه سوزان وانا رح يكون لنا دور القيادة. اي ثينك دبل كاست. انا بدي العب الدور لوحدي. بدي الكل يعرف انه انا كويسة وشاطرة في التمثيل. 21/11 الجمعة. اعتقد اني عم بزيدها. قصدها كنا في موضوع الادوية اللي بتاخدها. الله اعلم شو هي. جسدي عم بيشتعل من الحرارة. لازم أخذ أدوية بزيادة. اليوم انهارت 6/12. فقدت الوعي بعد ما جسدي اشتعل من الحرارة. مش فارقة معي إذا متت. المهم أخلص هذا العرض. ممتاز ممتاز. 10/12. أغمى علي اليوم مرة تانية. حكولي لازم اروح الدكتور وارتاح. اذا استمر الوضع سوزان اكيد رح تاخد الدور. لازم اتحسن. لازم اتحسن الليلة. 11/12. سوزان انحرقت في شقتها اليوم. وات؟ معقول لانه انا بدي اخد الدور ويأسة لحتى اخد هذا الدور. يا رب سامحني. شكلي أنا رح أكون في دور القيادة. الأفضل أخذ أدوية أكثر. ليلة الافتتاح كل شيء مشي تمام. بكرة ليلة الكريسماس وحيكون في جمهور كبير. وعندي الحفلة الانفرادية تبعتي اليوم اللي بعده في الحديقة. أنا مش حاسة إني بخير. لازم أتحسن عشان يمشي الوضع.
الأفضل أخذ أدوية أكثر. آيا بتقول لإيش؟ لإيش بتأخذ كل هالأدوية؟ أعتقد عندها مشكلة إدمان. مفتاح آخر. هذه يوميات شو اسمه؟ يوميات ميليسا اللي كانت لابسة أحمر واللي بتحكي عن حالها إيف. هي اللي حرقت سوزان. سوزان حرقت في الشقة قال. هي اللي حرقتها. بما إنه شغلتها تحرق. Holy damn. على أي محاكي بتلعب؟ شو اسمه هذا؟ Duck Station. Duck Station. Yeah. جربت الجزء الثالث اللي نزل على PSP؟ لا. بس اللي قرأته عن الجزء الثالث إنه كان كتير فاشل. والأغلب ما حبوش يعني. أصلاً بعديه وقفت السلسلة. يو. نايس. زاد الليفل. لو مؤلف المسرحية لازم في مسرحيته شخصيتين في البطولة، إيش نعمل؟ ولا هذه واحدة شبهها ولا إيش؟ لا هلا الدقرش كتير. شو بعرفني معلم؟ الدقرش كتير. هو حاطط دور القيادة لتنتين، هي مش عاجبها هاي اللي اسمها ميليسا. بس واضح إنه فيها مشكلة. يعني لو بتقولك أغمى علي جسمي اشتعل من الحرارة، وأغمى علي وجسمي اشتعل من الحرارة، وبتاخد أدوية وبتاخد أدوية. يعني قبل لتوصل لمرحلة هاي اللي حرقت فيها العالم كانت بتعاني. فابصر شو صار فيها. دقرش كتير على التفاصيل، على التفاصيل الفنية. أنا وين؟ لعبت الجزء الثاني، هو اللي انشهر كتير وقتها. صحيح أنا لعبت الجزء الثاني على القناة الأساسية زمان. القناة الأساسية لعبت عليها الجزء الثاني، وبتذكر وصلت لآخر آخر آخر فايت واللعبة ضربت. وقتها سكرت الستريم لأني كتير تعبت واستويت وقتها، ولما أجيت ألعبها أكملها ضربت. فإيش احتمالية أنه نلعب الجزء الثاني مرة تانية؟ وارد ووارد جدا، بس بعرفش إذا رح نلعبه بشهر 10، لأنه شهر 10 ضغط ألعاب. يعني مبدئيا الاحتمال وارد عشان نكمل القصة، لأنه أنا قاعد بمخمخ على القصة صراحة. هلا. أو ذا هيل. يا فار. هاي يلا يلا. يس. صراحة اللعبة بجرافيك ما تفهم تضحك ولا تخاف. لا لا اضحكي اضحكي عادي. الكاتسين اللي اشتغل قبل شوي ما بضحك صراحة، الكاتسين خرافي. بس الجرافيكس لا عادي. لعب. احتمالية احتمال نلعب الجزء الثاني، بس ما اعرفش امتى. لانه زي ما بتعرف الاولوية للالعاب الجديدة والالعاب دسمة. ايش هو الاود؟ بدها تهد الحيط؟ اوه من اولها غرفة سرية. غرفة سرية. زمان كنا نلعب بدون ما نفهم ماشي القصة، بس كنا نستمتع كتير. بالضبط، وهيك انا ختمت الجزء الاول من هاي. او يس. Your inventory is full. Replace an item. طب سنة واقف شوي. ايش الاغراض اللي معي اصلا؟ استنى اعطيني سورت. هيك تم. انت هيك زبطت الوضع. ايش هاي؟ item increases attack power by 1. حلو، زد لي الاتاك. use اتاك. بيزيد قوة السلاح 1. السلاح مش انا. طب ازيك، استنى شوي. طب انت خد ميديسن. صوت فاينل فانتسي. اخذنا ارمور جديد. ايوه
ايش هذا اللي تحت؟ ابصر حسان امشي مع اللعبة. Let's go. تحسها موسيقى منبه. هذا جويستيك. لك شكرا على اللايكس يسعدهم جيكسو. عازمنا انت والجيكس على شاورما. عازمني انا والجيكس على شاورما لك احلى وسام. خلص امتى بس قول لي انا موافق. دون ليتس جو. بس انا باكل سندويشتين عمي مش واحده. واحده لحم وواحده دي اي. واذا عجبتني اللحم بجيب كمان واحده. يعني انا باكل ثلاثه. انا وين؟ انا داعس. انا ما اعرفش انا وين. انا ديكور. انا كينج. طب انت عارفه تتقاتلي وتركضي بهالفستان هذا المنيل؟ اوه صاروا يزيدوا. اي شات اب. وانا لازم استنى. لازم استنى البار الازرق ليعبي. بتعرف النظام ال الاي تي بي هذا اسمه؟ او اها inventory is full. شكلي حستخدم الهذا انا. او نو ويت انا حطيت الاوفنس جوا. او ميديسن. اي طيب وينها؟ تعال. زدنا 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 الاتاك للمسدس واحدة صح؟ لانه هذه اللعبة تعتبر اكشن ار بي جي. هورور اكشن ار بي جي صراحة. هورور اكشن ار بي جي على وقتها يعني. اوه هذا مين؟ هذا المهرج. يي المهرج. شيش. Too bad. He's dead. حسان تخصص ألعاب رعب. أنا أكتر إشي بحبه. أنا أكتر. أنت مين؟ حدا بيسأل حسان إيش تخصصك؟ حجي لا بقول لك حسان متخصص ألعاب رعب. هلا فهمت. قرأت اللي فوق وبعدين اللي تحت. يا ريبيكا تشامبرز. ايش مونلايت سوناتا. فريز ان واي بي دي بيش. اي ام ميليسا. اي ام نو. اي ام اي. اي ام يو. اي ام هي. اي ام شي. اي ام ات. ميليسا ضرب مخها. انا ايف. عم تتحول قاعده. انني اشتعل. جيبوا لها الاطفائيه. I'm burning up. Nucleic domination has finally come to an end once and for all. Nucleic domination. السيطره النوويه. النوويه يعني النواه تبعت الخليه. يا سلام. السيطره النوويه وصلت لمرحله النهائيه. كالعاده. What? هذا نسخه ال HD. نعم نزلت مود ال HD وبرضه مود تحسين الخط. اذا بتشوفوا نسخ قديمه لباراسايت ايف الخط ما بيكون هيك، بيكون كتير فاهي ومش مبين. يعني مش واضح. What the freak is this? ضحكت عنزة على باب مسلخ.
اتذكرت الساحرة تبعت فاينل فانتسي هذيك وانس اجين، صار اسمها ايف مش ملسة هلا. The day for the mitochondria to be free has finally arrived. يوم تحرر الميتوكوندريا جاء أخيرا. What? أنا بمشي بالنص قاعد نص الشعاع. شكله لساتك بدك، لساته بدك وقت جيرل. كلجت وقت لإيش؟ لا تصحى تزيك بتصير ايديها اطول من ايام الاسبوع. بدك وقت لحتى تتحرر بشكل كامل الميتوكوندريا تبعتك. في حدا بيعرف ايش الميتوكوندريا باي ذا واي؟ في حدا بيعرف ايش الميتوكوندريا؟ انا بحب البيولوجي عمي، انا بحب الاحياء فانا اكيد عارف شو هذا. في حدا بيعرف شو الميتوكوندريا؟ طلع آية ميتوكوندريا انت ايش بتقولي؟ انا مش فهماكي خالص. حزينة آية مش فاهم إيشي. What? وين هذا المكان؟ هل هذه نفس البنت الصغيرة اللي شفتها قبل شوي؟ أو مزبوط، هي الميتوكوندريا جوا الخلية. بس تعرفوا لأ شو بتعمل؟ The doctor wait. على فكرة هاي البنت الصغيرة كأنه مش نفسها آية، مش نفسها آية هاي البنت الصغيرة. أيوة عضية توليد الطاقة في الخلية صحيح، الميتوكوندريا هي المسؤولة عن إعطاء الطاقة صح. يعني الأعضاء اللي في الجسم الدماغ القلب وغيره مش بدهم طاقة عشان يشتغلوا، الخلايا جواهم اشي اسمه ميتوكوندريا، هذا هو المسؤول عن اعطاء الطاقة. يب يب ميتوكوندريا to be free. آيا is losing her shit. من راحت او سنة سنة اركب دي استنى شوي. مجاري ما شاء الله ما شاء الله عليهم الجيكس، ما شاء الله عليهم اوكي يسعدهم الشاطرين. اوه شو لشكل الكاميرا تحيو. اخ حسيت I'm gonna die. Wait. أيوة عملت هيل، عملت هيل وأكلت هيل. هلا أب فراس هانوف شكرا على الجفت أيضا أب فراس لك يسعد. طورت قدراتي وصار عندي قدرة الاسكان، تفحص ال HP للعدو ونقاط ضعفه. نايس. تفحص نقاط ضعف العدو والعدو ال HP. طب كمان شغلة
الطاقة اللي بتولدها الميتوكوندريا إلها وحدة أو شو اسم الوحدة تبعتها بالأحرى شوية؟ شو اسم الأخ؟ يا ولد ديش ألعب. نعمل سكان. تعال نعمل سكان. اخ سنسيتيف تو كولد. عايش شي كولد انا. مش غير تخطخين. ابعد عن لسانه هذا ابو لسان. إلى العشبوش. داي فريك. أيوة صح نوفل. ما شاء الله عليك صح. شوي. صح. ATP مزبوط. وحدة الطاقة تبعت أيوة إيفا بالضبط الأوس. أيوة الـ ATP. ما هذه الـ ATP بيستخدموها في ألعاب الـ RPG مرات. ATP اللي أعتقد اختصار لإشي أدونيسيت تراي فوسفيت إشي زي هيك. أدونيسيت أدونيسين تراي فوسفيت هي الـ ATP أعتقد إشي زي هيك. يس مرات بنشوفها في العاب الار بي جي. اي تي بي. اوه نيو ويبن. اوه بار الباراسايت ايفل اللي تحت الاخضر ما بيعبي جوا الفايت. بس في حدا بيعيط. اوه هذا سلاحي. يا اوكي هلا بفراسة. هاي نوفل بعد كولد للوحش. في لعبة رح تعجبك اسمها غاليريانز. ختمناها في ستريم واحد. هاي موجود في اليوتيوب يا صفر. ومن احلى الالعاب ختمتها. كنه عادت ستريم 7-8 ساعات كنه او 7 ساعات. يس مسز 5539 احضري بوضعية الفول سكرين. الكاميرا مش موجودة بالطول. هيها ادونيسين ترايفوسفيت. شفت متذكر ادونيسين ترايفوسفيت اختصار ATP. يب يس بسموها energy houses بيوت الطاقة. صح في حدا كتب له بيوت الطاقة. اعتقد احمد رضا. احمد رضا كتب بيوت الطاقة كمان الميتوكوندريا. صحيح انت البنت الصغيرة اللي شفتك في المسرح انت ضايعة. اوكي هذه البنت نفسها اللي شافتها بالفلاش باك. wait little girl wait don't go. الأهم من البنت الصغيرة في صندوق هناك. في صندوق. يس ميديسن. صرت الميديسن. يا اوكي اوه inventory is full. طيب اوفنس زائد 2 حلو. هات الاول سلاح اللي اخذناه. ولا استنى شوي. خليني استنى عمي. هدول شغل استخدام مرة واحدة بيزيد الاتاك باور 2. طب بركي اخذنا سلاح اقوى فبيصير اقوى. ما بدي استعجل عليهم هدول. استنى شوي بس اعمل لي سورت.
مظبوط لازم شو اسمه، خليني اتروى عليهم. انا استخدمت وحدة قبل شوي للمسدس وراحت، وحاليا اجى سلاح اقوى من المسدس حتى بعد التطوير. فاي ثينك خليني استنى. نظام التوفير تفعيل وك احلى تميمي اليوم الستريم برعايته يسعده. هلا يا ابو لسانين، هذا لسان ولا اوكي. اوه ثلاث رصاصات يا اخذ ضفدعه، يا اخذ ضفدعتين. اخ يا حمار. يس بعدين هذا السلاح بضرب بثلاث رصاصات مش رصاصتين. نبغى سؤال كمان، عجبتني السالفة. هلا هلا بنشوف على هو اللعبة، لانه بس حكيت اللعبة جابت سيرة الميتوكوندريا اتذكرت. هلا هلا بنشوف. اوه استحسن موسيقى قتال الوحوش تنفع منبه. هي دائما موسيقى الفايت لألعاب سكوير إنكس مميزة. أوه ملكة المجاري، مبسوطة على حالك. Hold it right there. هاي نفس جملة أيدا وونغ في ريزيدنت إيفل. Hold it right there. أيدا وونغ. My body is getting hot again. جسدها يشتعل. آية جاهزة أن تهزمني بنفسها لوحدها. Oh, even if you did have more people with you, they'd just burn. حتى لو كان معك ناس تانية رح ينحرقوا. الكل رح ينحرق باستثنائك. احكي لي يا إيف، واي؟ ليش أنا؟ ليش أنا الوحيدة؟ رح تكتشفي بالآخر الحقيقة. حتى لو مش فاهمة لا تقلقي، الميتوكوندريا تبعتك رح تعرف أو رح تدلك. رح أعطيك شوية وقت، شوية وقت لتفكري، شوية وقت لتتطوري، ورح يجي اليوم اللي رح تستيقظ فيه. كاتسين؟ يس اوكي ليش هيك بتمشي هاي؟ اخ Very nice. لا أنا علمي معلم علمي. يو شو هاد؟ هلا عزوزو. نايس. في اثنين تارجت مش شايف غير واحد. انا نعمله سكان. هذا بدي افهم كيف، يعني اضرب الديل. اوه شكله لازم اضرب الديل. طب استنى خلينا نعمل سكان. نو 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 نو
كنا هوا. اخ ال اتش بي مش معروف. استنى استنى استنى، عملت سكان للراس. لا استنى، ايوه هيك. او ماي جاد نو نو وي فريكين اوت نو نو. ايوه للديل برضه مش معروف الفايت الليفل. وير جونا دايما سنسيتيف تو هيت. اوكي احس يا ليل يا عين. دود فريك نو. ليش؟ شو صار؟ شو يعني؟ I'm freaking out. يا أخو الفيس فيس. كلناها. يلا يلا. يس. اوكي. حسيت اذا قرب بزيادة رح اموت. اخذنا قوة الابطاء. بتبطئ الاي تي تبع العدو. اللي هو البار تبعه. مشان عندي بار ازرق. هو نفس الشيء بس ببطل. That's nice. اخذنا فيست. ولك يسعده ابو فراس واحلى من انتسب في برافو تيم. لك يسعده ونورت يا زعيم. استمتع بالايموجيز والوصول المسبق لفيديوهات القناة الاساسية. ولك يسعده. هلا لوسيو. When I will awaken just tell me what you want Eve. امتى راح استيقظ؟ احكي لي شو بدك Eve. That's nice. Oh my god. هذا المهرج. احنا في بث حي ومباشر قدام قاعة كارنيجي اللي صارت مشهد او اللي صارت مكان لفوضى تامة. مس انت الناجية الوحيدة من الحادثة الكارثية اللي صارت هون. صحيح. ايه. لحد الان نظرية الانفجار هذه تم تبنيها من قبل عشاق الطوائف. اوكولت انثوزيستس. اللي بعده اللي هم تعالي المؤامرات يعني. Please just leave me alone. مين هذا؟ This incident happened to take place on Christmas Eve of all nights. I'd like to represent the citizens of the city and interview you exclusively. دي عمل معهم مقابلة حصرية. Okay, that's nice. That's nice. يعني عن جد انك واحد نشبئ. Are you crazy? Jim! سجلت هذا الموضوع على الكاميرا. سجلت هذا الهجوم. سكرام بادي. اقلب بقول له اقلب. هذا ليش بيمشي قطري قاعد؟ سوري ام ليت ايا. كأنه هذا بيشتغل معها. ايا انت بخير. الوضع اللي هناك كان فلافل. Yes, oh, but my date. آه صح، إيش صار في صاحبك أنت؟
بقولها سمعت من شرطي انه صاحبك تركك وراح زي الجبان like a wuss. هي اللي حكت له يروح بس ودفشته بعدين. الان رحت معاه مواعدة لانه كان مصر. اوكي اعطوني اشي مهم هلا. بقولهم ما لقيتوش مكان تروح عليه غير الاوبرا. بتقوله لقيت اعلان في الجريدة وخلص. اي اشي. بقولها شكله غريزتك كشرطية ودتك لهداك المكان عشان تشوف الحادثة بعينك. والله بجوز انستينكت غريزة. مش الأفضل تكون مع ابنك يا دانيال؟ هذه ليلة كريسمس. بعرف انه ابوه شرطي. ابوي بفهم. ابني بفهم. حزينة آية. ما يتكندريا تعقدت مسكينة. رح تحلم بكلمة ما يتكندريا لما تنام. سيمبويسس؟ شو يعني هاي الكلمة؟ امتى كنت في مستشفى؟ كنا مفكر حالها هي نفسها البنت الصغيرة اللي بالمستشفى. عاد حكت أكم من جملة حسستني إنه هديك البنت الصغيرة مش هي، يعني مفكرتها حدا تاني. عزوز وسفر العميري شكرا على الجيفت، يسعدكم شكرا كثير. أحداث اللعبة بتمشي في 6 أيام. أحداث اللعبة عبارة عن 6 أيام. شكرا بفراسة. قلت لك هذول أصعب 6 أيام في حياتي. خلصنا داي 1 وخشينا في داي 2 فيوجن. أصعب 6 أيام في حياتي. الناس بعد الحادثة عاشت حياتها طبيعي ومشت في أيامها عادي، وأنا الوحيدة اللي عشت هذا الكابوس. أنا وصلنا داي 2. سيم بويسز ترجمتها ندوة؟ جد؟ هاي أحلى سيف. ندوة؟ أول مرة بسمع في الكلمة. هاينا شايفين؟ نتعلم. عن نفسي ارتاح واخذ اجازه، بس انا الوحيده اللي عارفه شو صار هذيك الليله. عم جمعت بعض المعلومات عن ميليسا. ما الهاش اي قرايب ولا اصحاب. كانت اغلب الوقت مريضه وبتاخذ ادويه معينه او دواء معين. الناس في الاوبرا كانوا مستغربين انه هي حتى قادره توقف على اجريها. شقتها انحرقت مباشرة بعد الحادثة، فما عندناش أي معلومات عن الدواء اللي كانت تاخده. نيكس بيسأل بقول شو قصة الانفجار التلقائي اللي كل الناس بيحكوا عنه؟ spontaneous combustion. آية بتقول لا هو ما كانش تلقائي. الناس كانوا يعني حدا تسبب في حرقهم. Like one of those ESP things. شو ESP يعني؟ ESP
عندي إحساس إنه USB معناها إشي خارق. USB تدل على إشي خارق، خارق للطبيعة يعني. E من extraterrestrial I think. يمكن. آية بتقول له هذا أفضل وصف للموضوع، إنه إشي خارق. I'm not buying it. If you're right, how are we supposed to deal with something like that? كيف بدنا نتصرف مع إشي مثل هيك؟ دانيال بقول لك أنا مصدقها. بالنهاية آية هي الشاهدة الوحيدة. حاليا بقولها الأفضل تسألي بيكر إنه يسمح لك تأخذ سلاح أفضل من اللي معك. مين بيكر؟ رئيس الشرطة، تشيف آيرونز، كابتن برانا، مارفن برانا. قرأت تقريره، تقريرك مش قادر أصدق اللي قرأته، بس بنفس الوقت ما نقدر ننكر كل هديك الوفيات. رح نحل هاي القضية. اتأكدي إنه معاك العدة اللازمة. انزل تحت لقسم الأسلحة وأعطي هذه الرخصة لتوريس، رح يساعدك. مود بيرميت. أوكي. Let's go down. Go to Torres. شكرا يا أيمن. حاسس هذه الموسيقى سامعها كثير انا. باراسايت ايف يس. مين؟ ريتا من ريزيدنت ايفل اوت بريك. اتس داون ستيرز. طولي بالك عمى. لا لا يمكن هاي بتشبه موسيقى بباراسايت ايف 2، قريبة منها يعني. ها احنا داون ستيرز وهي اسلحة. يس. اوه هلو. هي ذير جود لوكين. هذا بغازل قاعد، قاعدون يغازلون. كات ذا كراب بيش. Where is Torres؟ ذلك الأصلع مين بعرف. شو بدك؟ شوتغن، روكت لانشر، شوتغن قاذف صواريخ. هات شوتغن مان. في حد وقع. The hell. الأغبياء اللي زيكم السبب في اختفاء الأسلحة من، لا الأغبياء اللي زيك هم السبب في عدم اختفاء الأسلحة في هذا البلد. روح لمخزن الأسلحة. انت بعيد كن البعد عن التعامل مع الأسلحة في هذا المكان. أوكي أوكي شيش. هذا زيي شيش. شكله ملقوف هذاك. بدي عد يا ترس. طالما انت حتعتمدي على الاسلحة فاكيد المجرمين برضو رح يعتمدوا على الاسلحة. دائرة لا تنتهي. Give me shotgun man. احلى سوبر كاتو. عليكم السلام والاكرام برو. تعرف Parasite Eve معلم؟ This is the most powerful gun I can allow you to have. أيوة. أوه رايفل هذا. شوف الرينج 112 رينج لأنه رايفل قناص. Captain Baker already notified me. Show me your modification permit again. آه وينها؟ أيوة. Which gun? What? Which gun? What? أيوة هذا اللي انت عطتني إياه. Yeah. All set. كبست بسرعة كبست بسرعة.
بتقدر تستخدم التول لحتى تحسن أسلحتك. بتقدر تعيد ترتيب العدة عشان أوكي. I can show you some cool tune-up techniques. Like what? Tune-up icon. Using the tool item, you can add or remove parameters and added effects on your weapon or armor to create your customized equipment. If you remove an added effect from a weapon or armor, that equipment will disappear. Okay. The number of added effects that can be attached to a piece of equipment is determined by the number of slots on that equipment. You can increase the number of slots by getting your equipment modified with it. Okay. زي ما عملنا قبل شوي I think. لا ما اخذناش شيء اسمه تول. بتاخذ شيء اسمه تول، هذا التول بحسن لك السلاح او الدرع اللي انت لابسه. اوكي ستور اكويبمنت. احنا ويت المسدس العادي بقدر احطه على جنب. نو ايوه هيك. وهذا اللي انا لابسه حاليا. فاملي الباقي. موف العصاية خليها. اشوف بالله اعمل لي سورت. طيب بقدر اعمل تون اب. لا معيش تول، هي التول صفر. يا اوكي ويت. انا بونس بوينت. هدول كنا للتطوير. اوكي اوكي طيب ستور ايتم. هدول ليش المفاتيح لساتهم معي؟ ما لهم لازمة صح؟ مفاتيح المسرح هدول. كنا هو بيعملش ديسكارد. طيب ديسكارد جونك. اوكي طب استنى صار معي سلو. طيب حتى الارمر بقدر اطوره. يا اوكي يعني مش شرط اجي عند هذا الزلمه. اكتف تايم ايتم كاب. وات كنا معيش بونس بوينت كفاية. أنا كنا ما معي بونس بوينت كفاية للأشياء. أوكي let's go man. أوه في إشي هون. أوه تول. What the hell let's go. أخذت تول. بس أوكي يلا. ما هو اكيد حاطط لي عشان اجربها. Parameter will be moved and will be lost. اوكي شو راح يصير يعني؟ wait لايش زاد؟ زاد السلاح الثاني. What the wait استنى. Wait. What did I do? كني خبصت الدنيا. Wait. وين راح السلاح؟ حسا أنا عملت سيف صح؟
أو و أنا ما عملتش سيف بعد. Oh my god. No. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. عادي بسيطة. عدنا عدنا على فكرة عدنا لأنه موضوع التطوير هذا طير لي سلاح الرايفل. سلاح الرايفل طار. لا لا ما فيش عيد ما فيش عيد. هيو هات طلع احنا وين؟ احنا في السليم اخذنا المود وهنا رايحين له. هو العيد بس ما عملناش سيف. طب ليش طير لي السلاح؟ عادي عادي. اصلا بدي ارجع اسمعكم المقطوعة الجميلة هاي. حق علي بس. ايش فايدة الجونك؟ مش عارف والله. لان هو عندك تخزن اسلحة تخزن ادوات وتتخلص من الجونك. فاي دونو ابصر. يمكن اذا حدا لاعب اللعبة ومتذكر هالموضوع يقول. وحدا يقول لي طب انا لما عملت هلأ استخدمت التول ليش السلاح طار؟ لما استخدمت التول ليش السلاح طار؟ Let's go, bro. هيو هذا، هذا المفروض ما يطير. هذا 112 رينج، 112 ضعف اللي معي. Wait. اهو اي سلاح بده ياني هو هاد الجديد اد سلوت. انت حطيت قوة السلاح بالمسدس؟ اوه هو هيك؟ حامل سيف على فكرة قبل الحفلة هاي عشان افهم. عشان افهم خذ هذا اللي هون وخذ هذا اللي هون اعمل سيف. طيب بعدين تعال فهمني بالضبط سنعمل ترتيب. وهي التون اب وهي الرايفل لما نعمل هيك. انا اخترت هون. ويت وات اد بارامتر فاليوز بارامتر ويل بي موفد اند نا 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 ويل بي لوست. اوه بحكي لك كانسل. طيب لو عملنا العكس بارامتر ويل بي موفد اند فيس 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 ويل بي لوست. لا اذا هيك استنى شوي اعطيني المسدس اللي كنا بدنا نكبه عشان افهم. هذا اللي هو اضعف واحد جيبه هون هذه هيك بعدين اعمل تون اب وجيب هذا وهذا هو
الفيس فيس، بعدين بتختاروا هذا. parameters will be moved. ايش هو بيصير؟ بيصير 35 112 16، 1 2 1 بيزيد. طيب are we done؟ هيك صح، طار المسدس. اتس اوكي، المهم هذا ما يطرش، هي موجود. اوكي فريك. يمكن عملت استبدال حساب مسدس بدل الرشاش. لا، هو دمر المسدس وزاد قوة الرشاش الرايفل. هيك اني فهمت، لما استخدمت التول دمر المسدس وحط قوته في الرايفل. سيمبويسس معناها تكافل، والتكافل أي نوع من أنواع العلاقات الحيوية أو تفاعل بيولوجي الوثيق وتوي الأمد بين كائنين حيويين مختلفين. أيوة، تفاعل بيولوجي وثيق زي بين هاي آيا وإيف. هلا مكس. طيب أوكي، are we done؟ Let's go. Now what? هاي أحلى سيف، مش نرجع نعيد. أي. ليش أعيد صناعة الأسلحة من أول وجديد؟ ما فهمت. ليش أعيد يا معلم؟ هلا ناندي وولف، عليكم السلام. Let's go فوق. Let's go فوق. مين هذا الحماريكا؟ ضايع وله. هذا ابن دانيال كأنه. داني وانا بلاي. مش مشكلة يا تميمي، على التول الجاي بنعمل الصح. صرت عامل سيف لأنه بس ناخذ التول الثانية بنشوف شو الصح. تذاكر للحفلة. اعتذر يا بني، انا مشغول جدا اليوم، رح اعوضك ان شاء الله. فاين. عصب الولد زعل لانه ابوه بدوش ياخده على الحفلة. الولد جايب التيكيتات. كنا قصدهم حفلة الحديقة اللي حتروح لها إيف. كل ولد بده أم. آية بتقول له مش صحيح، أنا أبوي اللي رباني بعد ما ماتت أمي، وحضل شاكرة لإله على طول. بس بقولها هو أمه عايشة هذا. أو أوكي، امه عايشة طلعت. آية جابت العيد. آية مفكرة انه امه ميتة. طيب تميمي، انت عندك فكرة عن كيف موضوع التطوير هذا والتول ومش تول؟ تعرف عن هذا الموضوع في اللعبة؟ وين رايحين؟ ناندي وولف شكرا على الجيفت.
مش عارف عن اللعبة شيء. طب كيف بتقولي غلط إذا هيك؟ كيف بتقولي غلط معلم؟ أول مرة أشوف اللعبة. جدع. That's nice. Amazing. You are amazing. استرقيهم استرقيهم. أوه شو أخدتي؟ شو أخدتي؟ أخذت الدرع حدا. شو الأوتو؟ وات ذا؟ يا حرامية. واو أخ بس الكريتيكال عندها بيصير. إيش الأوتو بس مش فاهم شي هاي. Uses medicine when HP is low. تستخدم الميديسن أوتوماتيكي لما يكون ال HP low. What؟ تخوت علي؟ كتكميله. وخاد الخزاين مليانة فلافل. سرقنا درع. والله شو هالدرع بس. طب يا اوكي. مشاركة يعطي العافية. بس انا أنا أكاي عليكم السلام. تاخذ آيتم فلافل مع تقدمك حسان اسمه هيست. هيست نفسه فاينل فانتسي اللي بيسرع التي بي البار الأزرق. انت شرطي يعني لو سرقت ما حد رح يحاسبك. بالضبط ما هي هي المصيبة. انا مش عارف شو بعمل مرة. اوكي اوه هذا اوكي سير. اهو حكى بيكر بده اياكي. كنت بتسأل عني؟ أو في مؤتمر صحفي الآن وبدي إياك تكوني هناك. أنا؟ That's right. رح تكون على التلفزيون الوطني كالناجية الوحيدة من الحادثة. I see. بس جوابك الوحيد أو ما بتجاوبي إلا إذا أنا سألتك. الصحافة بدها أي إشي تحكي عليه حتى ممكن حولوك إلى مشتبه فيه. فخليني أنا اللي أعمل أو خليني أنا اللي أحكي. أنت ما تحكيش. شكرا أبو فراس. يسعد دو يسعد دو. يس سير. خلينا نتقابل في المؤتمر. تحت هذا المؤتمر شفته هلا هلا فتت الغرفة أنا. الصحف بقول لك يعني أنت حاليا عم بتقول إنه هذا اللي صار حاليا ممكن يكون عمل إرهابي. حاليا هذا شكنا يا معلم. طب وشو بالنسبة للرجال الإطفاء والشرطة اللي انحرقوا هناك؟ هذا السبب كان إنه في مادة كيميائية نادرة اشتعلت وهي اللي تسببت في النار. هذا كلام الشرطة في الحالي. سؤال آخر، كيف المحققة بريا نجت بدون أي خدش؟ هذا لأنها كانت تفكيرها سريع وذكي وهذا بفضل تدريبها كشرطية. الصحفي بقول له أنا بسألها هي قاعد. ليش أنت اللي بتجاوب؟ يي جابت العيد. آية جابت العيد وكبت العشاء. طلع آية شو بتقولك؟ بتقولك السبب هو إنه صار في تحول في الميتوكوندريا. أيوة بالضبط جابت العيد. تعطر حسان هاي الجفت عبارة عن عطر. جابت العيد. أي ميتوكوندريا هو سدس ميليسا اللي حكت انه هي ايف. بس حسب التقرير ميليسا انقتلت في النار. ميليسا ماتت جسدها تم السيطرة عليه من قبل
إيف. إيش إيف؟ Some kind of alien. Please, please, people, please. She's very tired and we're still investigating. ماما يعني قبل شوي حكالها تحكيش، حكت القصة كلها من باب اسقع على باب رقع. ممتاز يا آية. آية حكت كل اشي، تحول في الميتوكوندريا، ميليسا ماتت وسيطرت عليها ايف. بيكر بقولها اعتقد انه قلت لك انه ما تحكيش اشي. انا بقول الحقيقة يا سيد، اي حقيقة، تدمرت الدنيا. ايوة مين حيصدقك؟ انت بس حتعمل ميمة بين الصحافة والناس وحتخلي الناس يخافوا ويقلقوا. مين اللي بحكي؟ كابتن بيكر. What? This is Captain Baker. What? Meet. You'll have to speak up. Yes. What? Yes. All right. What? Some Japanese scientist, I think, couldn't understand his English too well. Malo hada. He was raving about some mito or something. Says he's coming over here. Mitochondria. Is it mitochondria? Yes. You mean the thing in the cell that makes energy from oxygen? Might have heard about it. About that in school. سمع عن الموضوع في المدرسة. وهذا اللي حكته إيف. It's time for mitochondria to be set free. حان وقت الميتوكوندريا اللي تتحرر. طب مين هذا العالم الياباني اللي جاي؟ سمعت انه في عالم في المتحف حكى او كتب نظرية بهذا الخصوص. عالم في المتحف؟ What? انا بدي اخذ آية لهذاك العالم او هذاك الباحث. بسرعة اروح هناك قبل الصحافة. Yes, sir. باحث في المتحف. Yeah, okay. Meet me at the front. Okay, let's go. في عالم ياباني عارف في موضوع الميتوكوندريا وفي باحث في المتحف كاتب بهذا الخصوص، فاحنا رايحين نشوف الباحث اللي في المتحف. Going to the Museum of Natural History. Dr. Hans Klamm will be there. باحل متحف تاريخ الطبيعي. دكتور هانز رح يكون هناك. ايش تخصصه؟ هو بيشتغل قاعد على نظرية جديدة بخصوص الميتوكوندريا ولها علاقة بالنطاق الجيني. مظبوط. هاي آية بتقول لك غريب انه يكون معاك دكتوراه وبنفس الوقت بتشتغل في المتحف. يا اوكي بقولها يا ريت لو تمسك لسانك يا آية لما نوصل عنده وما تجيب العيد زي ما جبتيه في المؤتمر الصحفي. قلت له انت ليش بتتملق لبيكر؟ انتوا التنين انضميتوا للشرطة بنفس الوقت. قلت له هذا الحكي من سنين، هو حاليا مديري او رئيسي يعني، فلازم احترمه. شاطر دانيال.
يمسك لسانك بقولها تهيل. مرت فترة طويلة آخر مرة زرت فيها المتحف. بقول لك دانيال Museum of Natural History Dinosaur Exhibit. طيب الأصوات صوت الداس على التلج. ألعب فورتنايت أو أوفر ووتش؟ إذا بحياتك شفتني بلعب فورتنايت أو أوفر ووتش أعتقد أنه أنت بتكون حاليا تحلم أحلام العصر. أنت بتكون شكلك ماخد قيلول العصر. How you doing? Okay, وين الزلمة؟ ودينا عنده عمي. لا تخافش عليه ما عملش اشي هو. بدنا نحكي معه بس يا ها يا نايت سيكيورتي. مكان مرعب بدون ناس. اي مكان مرعب بدون ناس. على فكرة قال الأماكن العجقة أو المعروف عنها أنه بتكون معجوقة دائما زي مدرسة مستشفى متحف إذا بتفوت على هذا المكان وفيش فيه حدا مرعب تحسه ميت صح؟ كنت أحس بهذا الشعور أيام الجامعة لما كنت أروح على محاضرة مسائية ولا إشي ويكون تقريبا 95% مروحين وفيش حدا كريبي والله جامعة بتخوف بالليل. Could you sign in its policy? Let's okay. Sign in when? Not book at the counter. Okay. بعرف إنه في تهديد قادم إذا شفتك تلعب فورتنايت. أصلاً هو في حدا بيلعب لسه فورتنايت؟ أنا حاسس موضوعها مات من زمان. يعني بطلت اشوفها زي ما كنت اشوفها زمان على السوشيال ميديا هي وش اسمها ديك ببجي اصلا بطل لها حضور انا هيك بحس يعني بطل لها حضور it's dead I think مدري هي اويا over here يلا فرجونا شو قصة النظرية تبعته دكتور كلامب excuse me hello hey ايديه ما احلى ايديه شقفة واحدة جيد يلا اسألوه اللعبة قصتها في نيويورك مش لوس أنجلوس هذا مش بيكبس قاعد على زرار كيبورد هذا بيعزف احنا بنبحث عن دلائل بتخص الحادثة اللي صارت انت عم تتهميني هذا طب فيك يا زلمه او هذا نفس الدكتور اللي عم بتشوفه قاعد بالفلاش ايوه نفس الدكتور اللي عم بتشوفه بالفلاش باك this man I know him I think صارت لي بالشغل كل الموظفين طلعوا الا انا بقيت طلعت من المكتب ما لقيت احد كويس اني لحقت على العامل قبل ما يقفل الاداره كان جلست لين بكرة دام بس بيخوف المنظر والله بيخوف المنظر حتى لو مثلا مكان عمل شغل موظفين وهيك تلاقيه فاضي عشان هيك احنا متعقدين من ألعاب الرعب What's wrong? Are you okay? Oh yeah
بدنا نسألك عن بحث الميتوكوندريا تبعك. يس. المشتبه فيه ذكر إنه الميتوكوندريا ممكن يتم تحريرها. وهذاك المشتبه فيه أشعل النار وأوقد فيهم النيران بدون ما يلمسهم. وبعدين تحول لمخلوق غريب وهرب. بمجرد ما ذكرت الميتوكوندريا وإحنا نتأمل إنه يكون عندك بعض المعلومات. أنتوا ما عندكم أي فكرة عن حقيقة الميتوكوندريا بقولهم. الميتوكوندريا تمتلك رمزها الجيني المميز والخاص فيها. خاص فيها أنت قصدك إنه هي عضو منفصل؟ What? الميتوكوندريا إلها كود جيني غير بقية جسم الإنسان؟ يعني إلها DNA خاص فيها؟ دانيال بقول له يعني هي عاملة زي الطفيل؟ بقول هذا أمر مثير إنك تشبهها بطفيل. إحنا ما بنقدر نعيش بدون الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتكون الطاقة، بدونها إحنا ولا إشي. إحنا هون لأنه الميتوكوندريا بتسمح إنه نكون هون. يا سلام. عقلنا على سبيل المثال، العقل بيشتغل بسبب التفاعل بين الأكسون، الأكسون اللي هو النهايات العصبية، بين الأكسونز والدندريتس. دندريتس على فكرة مش غريبة الكلمة علي. هاي ايش يعني دندريتس؟ معناها تشعبات. والله يا عبدو شوف، أكسونز معناها نهايات عصبية I think، ودندريتس أو دندريتس هاي معناها تشعبات والله أعلم، أو شعيبات حاجة كده، حاجة صغنونة I think. yeah. شوف لي بالله، هذا التفاعل ممكن يصير فقط بسبب الطاقة اللي بتعطيها الميتوكوندريا. دندريتس D-E-N-D-R-I-T-E-S. Did you know that mitochondria is capable of discharging? Well, الميتوكوندريا تقدر تعطي طاقة قوتها 200,000 فولت. ولا هاي هاد حقيقي. This is not only pertains to electrical discharge but also applies to heat energy as well. مش بس كطاقة كهربائية وأيضا كطاقة حرارية. هذا حقيقي. يعني عن جد هذا الحكي في الجسم حرارة. إذن الانفجار اللي صار ليلة امبارح كان، ولا عشان البشر ينحرق لازم يتم تفعيل طاقة حرارية بمقدار 1600 درجة. في مئات الميتوكوندريا موجودة في الخلية الواحدة. إذا كل الميتوكوندريا في الجسم بلشت تشتغل بنفس الوقت فمقدار كبير من الطاقة سوف يتم توليده ونشره، وهذا يؤدي إلى إذابة الجسم البشري. إذن يعني أنت بتقول إن الميتوكوندريا هي اللي تسببت بحرق الناس؟ برضه الميتوكوندريا إلها قدرة على السيطرة في نمو العضو. مثلا هذه اليد على سبيل المثال، قبل ما ننولد كانت اليد هاي عبارة عن كتلة لحم، بس بعدين الخلايا بين الأظافر أو بين الأصابع تفتفتت وتدمرت وتكونت الأصابع. When the cells which make up the body aren't needed anymore, it receives a signal to die. لما الخلايا
اللي بتكون الجسد بطل إلها عازة، بوصلها إشارة إنه تموت، وهذه الإشارة تيجي من الميتوكوندريا. المعلومات الجينية داخل النواة بتم قطعها من المركز يعني وبتموت. ونفس الشيء بنحكى بالنسبة للشيخوخة، الميتوكوندريا بتتحول 10 أضعاف الخلايا، يعني الخلايا بتضلها زي ما هي بس الميتوكوندريا بتتحول بسرعة 10 أضعاف. لما العديد من الميتوكوندريا تتحول، إنتاج الطاقة بقل. يعني هو قصده إنه الخلايا بتتحول، كل ما بنكبر بتتحول وبتتغير، بس الميتوكوندريا بتتحول وبتتغير 10 أضعاف سرعة تحول الخلايا. وهذه الميتوكوندريا مع مرور الزمن يعني كل ما بتتحول أكتر كل ما إنتاج الطاقة بقل، فبتصير الشيخوخة. هاي عصب دانيال لأنه مش فاهم. دانيال عصب لأنه مش فاهم. But you're not saying that the mitochondria is doing all this consciously, right؟ بقول له انت مش عم بتقول انه هذا، انه كل هذه العمايه اللي بتعملها الميتوكوندريا وهي عارفه يعني. هلا بقول له انا صحيح قلت انه الميتوكوندريا برضو بتتحول 10 أضعاف سرعه تحول الخلايا، بس برضو بنفس الوقت ممكن تتطور بمقدار 10 أضعاف اسرع، تتطور من بداية الخلق والميتوكوندريا بتتطور بهذه السرعة، فمش غريب انها تحمل طاقة بتفوق فهمنا. اوكي، قال في عالم حاول يفهم موضوع تطور الميتوكوندريا لأنه بده يحاول يلاقي وصل، بده يعني حاول يعمل اتصال مع أسلاف الجنس البشري في 87. بقول لك إنه جذر الجنس البشري يمكن الوصول له بأفريقيا، يعني جذر الجنس البشري أساسه بأفريقيا، وهذا وهاي المعلومة تم الكشف عنها للعالم كله بال 87. وبعد هذا الكشف نظرية الميتوكوندريا انتشرت بسرعة. تعرف إيش بيحكوا عن جذر هذا كله؟ ميتوكوندريا إيف. أوكي، معناها التغصن، زوائد شجرية، زوائد عصبونية، هي زوائد عصبونية من أعصاب. يس، المشتبه فيها تبعت امبارح حكت عن حالها إيف. وات؟ هذا اللي بيحكي فيه خاصه باللعبة ولا كان موجود في الحقيقة؟ عن جد في 87 هيك حكوا إنه أصل الجنس البشري يعود إلى أفريقيا والأصل هذا اسمه إيف، ولا هذا خاص باللعبة بس؟ لأنه حاسس فيه توهان بالموضوع. She called herself Eve. حكيت لكم كل اللي عندي. أهلا إيرماك، يلا مع السلامة بقولهم، خلص ما عنديش حكي تاني أقولكم إياه. دانيال عصب أبو شنب، شنبات دانيال من الآخر.
هذا بيعزف بيانو قاعد. God damn it. يعني شكله وين هلا؟ أو نرجع هون. يعني شكله في حدا. أو What the hell is wrong with that guy? I can't stand him. Yes. قلت له أنا حاسس إني شايفته قبل هيك. هلا هو مش حكى إنه الميتوكوندريا بتتطور بسرعة عالية 10 أضعاف تطور الخلايا. شكله في حدا طورها بزيادة والنتيجة كانت إيف. هاي بوابة زمنية السيارة عن جد. سيارة دخلت بوابة زمنية. الألعاب القديمة اللي زي هيك خاصة سكوير إنكس ما كانش في ما كانش في أداء صوتي. هاي من الشغلات اللي بتخلي أخوي يكره هاي الألعاب. لا لا وأنا صغير ما كنتش أقرأ إشي عبدو. وأنا صغير لما لقيتها ولا كنت أقرأ إشي. ماشي على البركة. ماشي على البركة كنت. أوه حفلة ملسة المنفردة الليلة أو اليوم. في الحديقة مش قرأنا. هي اختفت بعد حادثة امبارح والحفلة تبعت اليوم برضو تكنسلت. بس لسه الناس قاعدين بتجمعوا في المسرح. ما بدنا نسمح لمجزرة تانية تصير. طب مش اتكنسلت الحفلة ليش الناس بتجمعوا قاعدين؟ الحفلة في الحديقة المركزية. ابنه يا بين اند لورين. ابنه ومرته هناك. اخس وات اكيد يروح بسرعة. سكرو يو بيكر. ابني في خطر معه حق. ترك الدنيا وراح. يا سكوير إنكس بدأت بالفويس مع فاينل 10 على سوني 2. والله صحيح. ايوه صح. ايش حيرا نوليدج فور جود فيوتشر. في نظرية بالواقع بتقول ان اصل البشر من افريقيا. ما هيك بيحكي الزلمة هون. لكن من جديد طلعت نظرية معاكسة لها بتقول انه اوروبا هي اصل البشر مو افريقيا. يلا على السنة الجاية بتصير استراليا الاصل. النظريات هاي لها علاقة أو تعتبر نظريات متفرعة من نظرية التطور لداروين. توقعت إشي زي هيك. نظرية التطور لداروين. يس 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 يس. أنا كتير في ألعاب كلاسيكية ما فهمتهاش إلا معكم على فكرة. زي هونتينج جراوند مثلا. في كتير ألعاب كلاسيكية بس لعبتها معكم وتعمقنا فيها وقرأنا نوتات وهيك فهمتها أكتر من لما فهمتها أول مرة. لأن أول مرة لعبتهم كنت صغير يعني إنجليزياتي على قد قدي. بس معكم لما لعبتهم مرة تانية غير كانت التجربة. كانت أحلى أكيد. كنت أفهم غير لكم أنتوا برضو في الشات وهيك كنتوا توضحوا لي أشياء وتفهموا لي أشياء. فIt was very nice. Watch his back. يلا يلا على الحديقة. آية مود بيرميت. بنروح عند الأسلحة قبل. نعمل سيف بلاش نعمل نجيب العيد. وات طول بالك دانيال. هسه قاعد فور قديمه الجديده للجديده عشق عيد للان ستريمات كلها. ثانك يو جي جي. من احلى الستريمات ستريمات قاعد فور كثير استمتعت فيهم.
هلا عبود، امتى رح تسمح لي اصلح واطور المسدسات والاسلحه؟ طالما عم بتشوف المسدسات العاب فانا مش راح اسمح لك انك تلمسهم، هذا متعقد من الاسلحه، بالرغم من انه هو خلينا نقول مدير مستودع الاسلحه هذا وين، بس تحسه زي اللي متعقد من الاسلحه. انا بقول انا بقدر اعمل اسلحه اقوى منك تورس، هذاك بقول المفروض الاسلحه ما تكون قويه اصلا. يو نامسكول، فاني جيزر، هلا قرشي، احلى محمد. سوري آية. اوكي يس اي دو هاف ا بيرميت. خد ويتش جون. برضه انا مش فاهم شو الموضوع. كأنه هذا المود بيرميت بيسمح لي انه اخلي فيه فراغ في السلاح للتطوير، بيسمح لي يكون فيه فراغ بالسلاح للتطوير. ما اظنش احنا اخذنا اشي عشان نترك. خلينا خلاص نشيل هذا. الحقيقة دانيال الحزين. مستحيل يا مشراق تعمل ألعاب زي هيك إنه بدون صوت، لا مستحيل. هذه خلطة قديمة، هذه خلطة قديمة ما بترجعش يعني. أوه كاتسين. هذا اللي اسمها ماليسا، قصدي ايف. وش تبي؟ بدها تجمع ناس في ساحة كبيرة. تماسك يا بن، تماسك، انني قادم، صنديد قادم. أقصد لما الشركة كان اسمها سكوير سوفت وقتها ألعابهم تفتح النفس. يب I agree. أيوة مو قصدي بدون صوت، قصدي ألعاب زي هذه بصوت. فهمت عليك يا مشراق. جربت إيش اسمها هديك؟ إيفا سي أوف ستارز، هاي الجديدة على نفس هذا الستايل تقريبا، بس هديك أكتر فاينل فانتسي مش باراسايت ايف، بس خرافية. ما فيني اللي بلعبها وبطقطق عليها شوي وبرجع بلتي، برد ما بلاقي حالي الا برجع لها لما بلاقي حالي فاضي اشي، بتلاقيني بشغلها وبلعب. حلوة اسمها سي اوف ستارز، والله نسيت شو اسمها انا، اللي نزلت على الجيم باس كمان اي ثينك. ما احلاها. دانيال ستوب. لازم اوصل لابني يا روكي. الله، اوه والله مداها واسع هذه ايف، حرقته من هون. في بعض الاحيان لازم تتطلع قبل ما تقفز. اول تايمر ايها الختيار.
مش فارقة معي إذا انحرقت. كيف مش فارقة معك إذا انحرقت؟ يعني شو حيستفيد ابنك إذا انحرقت المهبل؟ I'll go. آه يا بدها تروح. حزين دانيال. دانيال ذكرني بكيندو وبنته. Damn it, I can't do anything. هي آيا روكي. روكي معناها شرطي مبتدئ، زي ما كانوا يحكوا لليون. هي اسمها آيا بريا. سي اوف ستارز. اه ايوه، في العاب فيه فيش فيها تمثيل صوتي الا بالمشاهد، زي لوست جادجمنت. بتذكر هاي اللعبه لعبت الديمو تبعها، كانت حلوه. بس الديمو لعبت. أوعدك أنني سوف أنقذ عائلتك يا دانيال. لا تقلق نهائيا، سوف أنقذ لورين وبن. بن ولا قهوة؟ مش حيستفيد بن إذا أنت متت. كلامك صحيح يا آية، أنا أعتمد عليك يا آية بريا. بريا عليك يا آية، بريا عليك يا آية بريا. Let's go man. آية is gonna die. Yeah, okay, let's go. بري عليك، بري عليك يا. لا 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 لا. أيوة صندوق شفتك. اديني سلاح، اديني ميديسين، اديني سلاح، أريد ميديسين، اديني سلاح، لا تنسى الميديسين. أوه تك 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 تك. أخ وان poison. The hell? اديني سلاح، لا تنسى الميديسين، اديني ارمور واعطيني سكان، لا تنسى السلو. سنو انت wait the hell. انا مش ماخذ السلاح الصح. بيئة جميلة. أو سلاح. أو what is this؟ بس أنت ضعيف، حل عنك. You are too weak يا فيس فيس عمتك. You are too weak يا فيس فيس ستك. You are too weak يا فيس فيس خالتك. You are too weak. Let's هلا مراد، عليك السلام. يلا yes give me more. اديني give me more. احلى رايفل. شوف هالشغلة أنا. أوه. أوكي.
اوكي هلا. اوه هذا الفست اقوى بكثير من اللي معي. يس لازم تدور في كل حتة. ايش صار؟ اوه دام يا اوكي. You need a key for the locker. Was here. سلاح نار. في باب هناك. اوه تول 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 تول. هذا الرشاش؟ لا رايف. هذا رايف. هذا تبعي. حامله حاليا. انسانة موضوع التول شوي هلا بلاش اجيب العيد. في فاينل فانتسي الخامس هل كان في وحش اسمه قطرب؟ ما لعبت 5. انا فاينل فانتسي بدايتي فيها من 8. بعرفش الاجزاء اللي قبل. في جزء ثالث على البي اس بي بس للاسف جزء مش ناجح وبعدي راحت السلسله وقفت. هاي اسال ايفا صحيح. وات عبدو منين جايب هالوحش؟ مش عارف. ما ادري. اوه شيت. اي فريك. يس اللي مات. اوه شيبس اخذنا جنك. ذا هيل كانوا لهداك الزلمه ديسكارد جنك. لا للاسف انا ويك تو فيش فيها عربي. حاجه تزعل صراحه. اخ ذا هيل انا علقت.
I'm gonna die. Chips. I'm dead. ولا بتفرق ولا بتفرق. ولا عليهم ضربوني وسمموني ضربوني وسمموني ضربوني وسمموني. ضربوني. ليش رجعت؟ وين؟ بيتهم حشروها حشرة بنت فلافل. اخ بس يا جحش منك. إلو 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 تمه كيف وجع. شكله لازم ننزل من هون. اسمع الأفعى بتسمم. أيوة اخلص الأفعى بتسمم. ديتوكس. اوه ممتاز. بيشيل اثار شو اسمه السم. فيري نايس. احلى سيف. والله مستمتع فيها انا. اتس ا نايس جيم. جت نوستولجا. نوستولجا. أنا اللي نفسي أفهمه ليش باراسايت إيف بعد الجزء ليش هون إحنا استعجل بعد الجزء الثاني عملت الجزء الثالث بهذا الشكل. على فكرة أنا بحس رقم ثلاثة رقم ملعون في عالم الألعاب. يعني بعد باراسايت إيف 3 باراسايت إيف عيدت. بعد ديد سبيس 3 ديد سبيس عيدت. You need a key. ليش ما كملوش على نظام 2 و1 3؟ لما شفت الجيم بلاي تبعه على اليوتيوب اهبل صراحة. اوعى تتسمم. رايح شباب. حس رقم ثلاثة ملعونة في عالم الألعاب. Inventory is full. ما
بدل ميديسن وانا اخذنا ميديسن تو. استنى تعال تعال. ها بقدر ازيد اشي؟ زاد اشي، زاد الاكتف تايم، زاد الاكتف الاكتف تايم، زاد الاكتف الاكتف تايم، زاد الاكتف الاكتف تايم، زاد الاكتف اكتف تايم. اخذنا ايمو ايمو 15. حسان ارجع المكتب، في مفتاح يمين. ارجع ورا ورا يعني؟ وين؟ المكتب اللي فيه الجثة المحروقة. المكتب اللي فيه الجثة المحروقة اللي فتحنا فيه خزانة. افتش مكتب غيره الآن. ايوه هداك المكتب فيه مفتاح، اتدورت منيح انا. يلا اتس اوكي. ما تمثل الشر المقيم، انا بضحك لما تقول لي الشر المقيم، يعني مش ريزيدنت ايفل. ليش عم بصعبوا قاعدين؟ اخ عشان نتفاعل دوج المفتاح. شوف البوابة بالأول، أعتقد أني شفت بوابة، أنا بوابة حديد. عليكم السلام علي. انا كبست هون. سيف. واو هلا هو الدرج هذا ما بيفتح الا اذا تفاعلت مع البوابة الحديدية. اخس عاد ما اجانيش اي نوت او اي ملاحظة انه مثلا المفتاح في المكتب، المفتاح في interesting. وهذا الباب شيش. هلا اوعى تتسمم، مش ناقصة. كريتيكال هيت تو. Thank you.
في شي غير الصندوق هون؟ اوه في صندوق. اوه حفلة صناديق. كيور بي يعني كيور بويزن؟ لا مان ميديسن أصبط ميديسن تو بعدك. يعقوب لك ولك نور التشات دايم برو كيسعدك سوبر تشات لسوبر بثوث ايدا بالشر المقيم امتعتني حسان بس غشيتني ببث التمانية الصبح غشيت كتير ناس يا يعقوب بس ما عاش مين يغشك يا أحلى يعقوب وكيسلموا إيديك وعينيك ويزيدك ويكرمك وإن شاء الله تكون أيامك هيك منورة زي هاللون المنور في سوبر تشوت وكيسعدك أحلى يعقوب. طلع الإشعار ما طلعش الإشعار صح؟ الله يفشلك يا ستريم لابس مفشلنا مع الناس. طلع الإشعار يعقوب وك الله يسعدك أب في رأسه وكي يسعده ويكرمه ما طلع. الله يخرب بيت السوبر قصدي الشيء اسمه الستريم لابس فشلتنا ان شاء الله بتموت خنق ستريم لابس زفت حقك علي يا يعقوب. استنى انا بعطيك اشعار تشيمي تكنا نايقا دا وكيرين جانايكا تشيكو سيروكو تومو ناما نارا ناي دج 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 واحدة من الإشعارات تقريبا هيك يعني بنسبة 99% هيك اللي أنا عملته نفس الإشعار بنسبة 99% ديفنس زائد 2 صح شباب وصبايا نفس الإشعار ولا يعني فيش فرق ديفنس كفيت ووفيت وصل حتى مع موسيقى الخلفية أنا بديش أترك إشي ما بنفعش خلنا ناخد الكيور هذا معنا ديتوكس والله هالغرفة طلعت ماكنة بس سؤال هل هذا المفتاح هيفتح أبواب تانية ولا بس واحد؟ البوابة الحديدية التانية اللي عندها جدار أحمر الأفعى أول إشي الأفعى السم قاتل في اللعبة هاي سممتني يلا ديتوكس أند هيل ديتوكس أند هيل العصفور بيخوفش ليفل اب هيل 2 ريستور 60 اتش بي صار عندنا هيل 2 يشبه نظام الكاميرا متعدد الزاويه القديم ولا الثابت الجديد لا هذا القديم هذا كاميرا ثابته ونوعا ما بتلحق بس من بعيد لبعيد
كل الحيوانات هربوا. شو يعني؟ أو؟ بعدين في شغلة غريبة بالموسيقى الكلاسيكية في الألعاب القديمة، إنه لو تسمعها لفترة طويلة ما بتزهق منها، يعني ما بتحسها مزعجة. أو أوكي قصدي شو بت... آه بتحب، فكرتك بتسأل شو بفضل. أنا بفضل اللي ماشي عليه كابكوم في الريميك، اللي هو فوق الكتف، هذا أفضل إشي لكل الألعاب اللي مشيت فيه بتو ريميك، ثري ريميك، فور ريميك. هذا بالنسبة لي أفضل زاوية وأفضل point of view تتفرج على المرحلة، على التفاصيل. بس برضو بقلبي في إشي بخص الكاميرا الثابتة، لأنه بذكرني بالألعاب القديمة اللي أنا يعني وأنا طفل كنت ألعبها. يعني أنا لما مثلا هيا لما مثلا نزلت لعبة Tormented Souls 1 ختمتها بستريم واحد، بستريم كان قريب العشر ساعات كنا، ولا هو التسع ساعات، لأنه كنت كتير مشتاق لألعاب كاميرا ثابتة. في هيك في اشي بهيك في مكان خاص بقلبي للكاميرا الثابتة، لانه برضه بحس الكاميرا الثابتة، الكاميرا الثابتة بتفرجيك المطور شو معني يفرجيك بهذه المرحلة. يعني بحط لك الكاميرا في اخراج، بحط لك الكاميرا في زاوية مثلا عشان تشوف مثلا تصميم الباب، تصميم الكنباية، شكل السجادة، اذا حاطت لك لوحة بحط لك اياها في زاوية معينة عشان انت تشوف كل اشي. ممكن اذا انت بتتحكم بالكاميرا ما تشوفش. رايح انا او فراسة يا وردة استني شوية يخرب بيتها، وقفت اللي على المسرح الاسمها ميليسا او اسمها ايف ايف ايف، اللي بتقول انه اصل الجنس البشري برا بيعود لافريقيا، بس انا مش مصدق هذا الكلام لانه حكي فاضي. The holiday season brings joy to us all. موسم الاعياد بيجلب لنا الافراح. هذه الناس قاعدين طب الناس قاعدين مش خايفين من هذا المنظر اللي قدامهم، وهذا الكريسماس رح يكون مميز جدا لكم. ارغ ايش تعمل؟ special because I will no longer be under the control of the host. رح يكون مميز جدا لانه مش رح اكون تحت سيطرة المضيف بعد الان. As I have since the dawn of time. مثل ما كنت منذ بداية الوقت. كأنه هذه إيف إيف يعني الأساس اللي حكى عنها العالم، اللي هو جذر الجنس البشري الذي يعود إلى أفريقيا واللي اسمه إيف، حاليا رجع عاش جوا هاي. البشر هم ميتوكوندريا ضعيفة. حاليا الميتوكوندريا لازم تسيطر على النواة مش العكس. The freak is going on. Oh, it's a cutscene. Ah. What the hell?
يا سلام، دي حاجة إع. حولتهم لمادة هلامية. على فكرة أنا إذا في بنت الصغيرة، أنا إذا في إشي كان يخليني أكمل اللعب بالألعاب اللي زي هيك بالرغم من إني مش فاهم شو بينحكى المشاهد، أنا كان عندي هدف إنه أتفرج على هاي المشاهد، كنت أحس حالي إذا بوصل لأي مشهد أعتبره إنجاز. دوبت الناس الله يوفقك. What are you doing؟ تأخرتي يا بيت، مش حتخربي خطتي بعد الآن. توب. أربع خصلات شعرها. بستخدم كتير جل. من راحت هي بس. راحت فين البنت دي؟ أم أربع خصلات. أو. في صندوق فوق. ما أحلى يعني مثلا شايف هون الزاوية ليش محطوطة هون؟ الزاوية محطوطة هون عشان تفرجيك مثلا الضوء هذا اللي على اليمين مع الكرسي مع طرف الشجرة مع البناية هاي مع مش عارف ايش. في صندوق هون. يس. طب هون. دب 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 دي دب 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 دب. Revive restores life when you die. دب دب دب. تحس حالك ماشي صح. انا مثلا لما كان اخوي يلعب ريزيدنت ايفل، لاني انا كنت اخاف العبه وانا صغير، بتعرف لما يصير مشهد يطلعوا خطين سود فوق وتحت، انا بس كنت اشوف الخطين السود اكيف انبسط. تتخيلش قديش كنت انبسط لما كنت اشوف الخطين السود، لاني كنت احس انه صار انجاز، احنا قاعدين بنتقدم في اللعبة. ونفس الفكرة على فكرة لحد الآن، أنا لحد الآن لما يصير مشهد، لما يصير كاتسين، بيني وبين حالي بكون كتير مبسوط. نفس شعوري وأنا صغير، بكون كتير مبسوط، مش والله مشهد والسلام مشي. نفس شعوري وأنا صغير. والله حيا الله سعد، لك يسعد سعد السعود، أحلى سعد ريد فيلد، صباح الأنوار يا جميل. كأنك تتابع فيلم. هو غير انه كأنك تتابع الفيلم، في شعور بالإنجاز، في شعور انك انت قاعد بتتقدم في اللعبة وعم تلعب صح، خاصة مثلا بعد ما تكون علقت في لغز لنفرض. اخذنا تول. اوكي صار معنا اثنين تول. خاصة مثلا لما تكون معلق في لغز او معلق في منطقة او معلق عند بوس، تلاقي حالك هزمته، وبعد ما هزمته او حليت اللغز او whatever صار مشهد او صار كاتسين، كان هاللعبة بتكافئك يعني. هيك كنت اشوفها انا. اشعف الراية. طولي بالك. Thank you.
نو أفاعي. ول 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 تب 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 تتو تو تب 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 يس أخ يا بنت فسفس عم باخذ كتير جنك. صارت معي كنت في لعبة ديفل ماي كراي لقيت عند لغز أهبل مش مبين عند التعليق عند باب شهر لحد ما حلتي يعني لازم تضرب الباب بالسيف عشان ينكسر رهرت لأنه اللغز سهل بس أنا ما استوعبته. لا عاد بتصير معي كتير بتصير معي كتير بتكون الشغلة يعني عيني عينك مبينة وأنا وينها مش شايف. بتصير أو أفعى أفعى شو هذا أو تيا ممكن داي بعد عن الأفعى وغني له أنا تسممت علينا مين اللي بنط قاعد طلع طلع السم باكل ال أكل باكلها هلا بنعمل هيل تو ايش بالنسبة؟ ليش؟ اخ ليه بقدرش اعمل هيل تو؟ كنه الاخضر لازم يكون فول؟ كنه الاخضر لازم يكون اشوف اوه لازم يكون فول اه تب 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 ترورو وين راح هذا يا ك يا وين ده ايش الكهربيشن اللي صارت يا بكرة جاي فريك يغرب بيتو لما تلعب الألعاب بمنظور الكاميرا الثابتة بتحس كأنك تمشي لوحة فنية صحيح أوافق والله أحلى أيام يا أبو فراس وحاليا هذه الأيام برضو أحلى أيام معكم والله من بداية اليوتيوب هذه الأيام بالنسبة لإلي تبعت اليوتيوب وما بعد يعني ما بتفرق عن الأيام القديمة قديشة حلوة أوكي يس سبعة هل هو له ون انت قرد على شمبانزي على وش وضعك يس صحيح نوفل عشان هيك انا بركز على موضوع انه الواحد يعيش اللحظة مستقبلا اذا الله خلانا طيبين ان شاء الله رح نقول كمان هالايام كانت حلوة صحيح عشان هيك انا يعني قناعة عيش اللحظة هاي عندي اياها قناعة كثير ثابتة لانه الواحد بضمنش اللحظات مش بضمنش الايام اللحظات بضمنهاش فعيش اللحظة وقدرها واكسبها وين رايح؟ اوه هذه دعسة بس في درجة لفوق. او هذا هو. اه هيو هذا الدرج. او دام يو فريكن في النيونيز. في النيونيز. اخ هذا اخ اكلنا هوا هذول قتلوني قبل شوي. خلص انت الثاني خذيهم بالاحضان عمى. تك 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 ابعد عن السم وغني له
اللي قتلنا قبل شوي اللي هي المسافة. هاي خرب بيتك. وكن ان شاء الله بربطوكي ما بينزلوكي. ليفل اب ليفل اب. هاتو باور. نو باور. It's a very nice game على فكرة. انا مستمتع فيها. مستمتع فيها صراحة. حابب بيئتها وجوها القديم وهيك والموسيقى واشي. ذكرتني بأيام ما كنت أصحى الساعة 6:05 الصبح عشان ألعب في الإجازة. أخ No, you have to die, you freak. Yes. بس يزيد الليفل بيزيد الهيلث 10. بعدين شفتوا حالات الرايفل بال حالات الرايفل بالالعاب القديمه. هذا السلاح اللي معها قناص. عمركم شفتوني من اول ما بلشت اللعبه لهلا غلطت في رصاصه؟ بالرغم انه قناص، عشان تعرفوا بس انه انا بالتقنيس معلم. في التقنيس ما فيش زي عريس. ايش في؟ ليش الموسيقى تغيرت؟ اوه اوه ايه عم بضيع رصاص قاعد. شو هيدا؟ ول خلناها تب تب ترب تب تب ترورو تب تب. اوه دام دود دود ذيس از سو اخ. Yes! Damn! That was not the noise! شو هاد؟ ليش صار هيك؟ وان نو هاي وضيع الصاص قدعة. ادي له تربتتو ادي له تربتتي ادي له تربتتو
I'm dead. أوه استخدمت ريفايف. استخدمت ريفايف. طب كيف بدي أهرب من هاي الحركة؟ كيف بدي أهرب منها؟ أوه. أكلها. أوكي. يس. أوه أخذنا قوة البارير الحماية. هذا بيزيد الدفاع. أحلى سيف. وجع. هاي زعيم. سندريلا ايش هي؟ Your genes are stronger than I thought. جيناتك اقوى مما تخيلت. Come on my dear, let's go for a ride. تعال نروح مشوار. بترحلك مشوار. قلت لها يا ريت. اوه ردت عليها. تعال. هلا اوه. تشبه ممثلة. Why beyond the human side؟ ليش انت على جانب البشر؟ تشبه ممثلة على فكرة. ليش بدك تروح معهم مش معي؟ طالق بالجزمة. تحب بوستات. أنا مش عم بنصاب قاعد. بك يا ولية. شكلك لساتك مش عارفة مين أنا. بتقولها إذا أنت مش عارفة الميتوكوندريا تبعتك حتعرف. عشان هيك أنت انجذبتي للأوبرا. أنا شو بتقولي يا ولية؟ خليني اشرح لك بشكل مباشر. Stop it. اذا ضمينا القوى تبعتنا مع بعض كل الميتوكوندريا اللي في العالم ايش رح يصير؟ اذا ضمينا قوتنا شو صاير فيك وانت صغيرة؟ بما انك كل شوي بيجيلك فلاش باك لهذا الاشي. الحصان صار هوت هورس بدل هوت دوغ. حزين. اوه
يا راحت عملت حاد. ايه هي ابنه. ابنك بخير. ايه شو صار في الاماية؟ she was all weird. ايش يعني؟ اوكي قال اجيت مع امي عشان نكون احنا الثلاثة مع بعض. طيب الاماية ايش صار فيها؟ قال قربت من المسرح وحسيت اني بدي امرض فصرت بدي اروح على البيت وماما كان وضعها مش طبيعي. طيب يعني الإماية برضو تركت المسرح ما انحرقت ولا صار لها اشي ولا دابت مع هدوك اللي دابوا او الضحايا هاي المرة اسوأ بكثير. بقول نقدرش نحط حياة المدنيين بخطر مثل هيك. عنا أوامر إنه نخلو مدينة منهاتن. أوكي. أغلب الناس برا المدينة بسبب الكريسماس. شو بدنا نعمل هلأ؟ بدنا نضل نساعد في القضاء على إيف. مش المفروض نترك الأمر للجيش؟ احنا المفروض ندافع ونحمل عن نحمي المدينة. اذا شكل الاماية كويسة بس ابصر شو مالها كنها لانه هي الولد حكى بس قربت من المسرح مرضت وانا بس قربت من المسرح حسيت حالي مش مزبوط فشكلهم لما حسوا هيك روحوا. اي حكي بخصوص آية؟ في اي اشي بخصوص آية؟ آية في حادث. هي الأمل الوحيد لنا في الوقت الحالي. مع الخير يا نوفل. روح دور عليها. روح دور عليها يا دانيال. يي هيز لوست لورين. ايش يعني مرته ماتت؟ بيكر بقول لك انه دانيال فقد لورين. لورين ماتت مع اللي ماتوا. اوه شيت. اخس عاد فهمت قبل شوي انه لا فهمت انها مرضت او تعبت بس ما عرفتش انها ماتت. هولي شيبس. دير بالك علي يا كاثي. Daddy. Come on, sport. You like dogs? I'll introduce you to the best police dog in town. بتعرف على كلاب الشرطة. الكلب اسمه شيفا او الكلبة شيفا. I think she likes you. اوه ممتاز. اوه كان راح فيها الشرطي حزين. عم بيخلوا المدينة قاعدين. شو هذا؟ شو هاد؟ What?
كم مرة بدنا نقول لك إنه سكرنا الطريق؟ حتى قطة مش راح تلاقي في الشارع. أوه هذا العالم الياباني. بيعرفش يحكي إنجليزي كويس. ناندا نيهو جين ديسكا. شوتو داكيني ديرو ديسكا. الشرطة بيحكي معي ياباني قاعد. مش عارف يتفاهم معهم. ايه اشعر بالحرارة بقول لك. كنا انحرق هالجيم. اوه ما كنها ايف هون. ران ايثان بالضبط. سبونتينيس هيومن كومبوستشن اي بليف ذاتس كوركت. الانفجار البشري الداخلي التلقائي. اعتقد ان هذه النظرية صحيحة بقول لك. آية آية في المستشفى. شكرا على 112 لايك لك يسعدهم ويسلموا ايديهم. هذا فلاش باك ولا هي في المستشفى؟ يس هوسبيتال آية. اوبيتال. او اوكي سايلنت هيل ايش في؟ اوه وات شو صار؟ ليش هون هاي صارت البنات؟ وهذا العالم بتفرج التلفزيون. Okay, you're finally awake. Who are you? I am Kiniko Maeda. عالم من اليابان. لقد وجدك دانيال على الأغلب. أيوة. يب. دانيال. Is that you, دانيال؟ فيش حد هون بس الشرطة. مدينة أشباح صارت. وين إيف؟ شو صار للناس في الحديقة؟ دابو بن بخير ولكن the rest. ليش بتروح بسرعة الكلمات؟ أكيد أقولها البقية عيدوا اختفوا. قصدك إنهم ما انحرقوا؟ كلهم دابوا وصاروا كتلة كبيرة واحدة يع. ولورين شكلها مرته برضو عيدت. هذا اشي جديد ما صار اشي مثل هيك في اليابان. ما صار اشي مثل هيك في اليابان. شو دخل اليابان؟ حادثة مشابهة صارت قبل سنين في اليابان بس ما كانتش بضخامة اللي صار هون. شو صار؟ كل شي بلش لما مرت عالم عملت حادث سيارة. العالم هذا حاول يغذي خلايا الكبد عندها لحتى يخليها على قيد الحياة. العالم سمى هدوك الخلايا إيف. خلايا الكبد تضاعفت والميتوكوندريا تبعتها سيطرت على جسدها. Okay, after a cryogenic synthesis sperm, Eve tried to give birth to an ultimate being. Eve بعد هيك حاولت تنجب عن طريق العالم. حاولت تنجب الكائن الأمثل. Ultimate being.
she, the being who mutated from the liver cells, couldn't maintain her body for long. هلا بعد ما تم السيطرة سيطرة الميتوكوندريا على الجسد جسد مرت العالم، هذه المخلوقة اللي ظهرت ما قدرت تكمل وتسيطر على الجسد لفترة طويلة. قبل حادث السيارة الزوجة سجلت إنه أعضائها يتم التبرع فيهم إذا ماتت. بعد الحادث الكلى تبعتها تم زراعتهم جوا بنت صغيرة. يمكن بعد هيك إيف حطت بويضة داخل الفتاة الصغيرة هاي الشابة، وهذه الفتاة الشابة ولدت الكائن الأمثل. أنا كنت كتير يعني كان الموضوع كتير مثير للفضول، فروحت للمختبر لحتى أكمل بحثي هناك. وبعد ما سمعت عن الحادثة اللي هون اجيت وسافرت هون. طلع دانيال What the hell is going on here؟ معه حق. يعني هذا يعني What؟ خبصة مع بعضها خبصة. ايش يور فاين؟ لما حسيت بإيف حسيت جواي ايش؟ حسيت انك رح تشعل النار صح؟ بقولها لا، دانيال بقول له لا، هي الوحيدة اللي ما تأثرت في هذا الموضوع. آيا مفكرة حالها وحش زيها قال. خايفة تقتلهم. ابعدوا عني، ابعدوا عني كلكم. خايفة آية. اللي صار حتى لو كنت وحش انا ما بدي اقتلك يا دانيال بليز، مش حسامح نفسي اذا قتلتك. يا آية انت مش وحش، انت وحشة، انت افضل شريك لي يا آية برايا، رح أكون جنبك دائما آية. ما أحسن دانيال. دانيال is a good man. Man.
هلا مقهاوي، عليكم السلام. لعبتك المفضلة باراسايت إيف؟ نايس. لما حسيت بإيف بتقول في شعور. Was it Maya? Who the hell is Maya? قال بس حسيت بإيف حسيت بشعور. معقول هادي مايا؟ مين مايا؟ بس مايا ماتت في حادث سيارة مع مام. مستحيل بتقولك. اوه خبصت القصة، خبصت القصة رسمي. Day 3 selection، الاختيار. اوه اوكي. ما تقوليش ديسك 2، مش منزل ديسك 2 انا. ايوه مش منزل ديسك 2. مين مايا هاي؟ نايس. ها القصه تتعمق. حسان هي اللعبة طويلة؟ بعرفش والله، بس الألعاب الكلاسيكية لا تقل عن 8-9 ساعات بالمعدل يعني، خاصة اللي زي هيك باراسايت إيف وأمثالها. نمت كويس يا بيت؟ انت وين؟ ايه وين ماخدها للبنت؟ انت كنت هون طول الليل، قلت لك تروح ولا كان ممكن تموتي. خاف عليها، ما أحسنه هذا كمييدا. العلماء ما بيصدقوا إشي بدون برهان. بيب بيب. وصل دانيال، وصل دانيال بسيارة الشرطة. دانيال سيارة الشرطة. دانيال نو ترافيك. أكيد فيش ترافيك، الناس روحت، الناس تركت منهاتن. So what are we sitting around for? We've got work to do. Yeah, yeah, let's go, let's go. Yeah, 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 yeah. Let's go, let's go. Alright, we're gonna need some bigger weapons. Yeah, yeah. Da, 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 da. There is a gun shop over there. Let's stock up, stock up. Yeah, yeah. Da, da, da. إذا سكوير إنكس حابين أعملهم ريميكس أنا ما عندي أي مانع. أنا ما عندي أي مانع، مواهبي بطلعها مش مشكلة. Let's go man. It's locked dude. ايش بدي اعمل؟ اوه طب يخرب بيتك، ما تفش اهلك. طب ارمي طوبه، ارمي اي اشي، يخرب بيتك شو جحش. هي طلع هذا شو بقول له، بقول له انت عن جد شرطي؟ Are you really a cop؟ آية بتقول له We think so but we don't have scientific proof. بتقول له يمكن، احنا ما عندناش برهان علمي على الموضوع. بتنكت آية، بتنك بيطلع معك يا حسان موهوب، موهوب على الآخر. صورت ماستر، الموضوع بيعتمد على الشناوي يا حبيب القلب، هو اللي بيرفع الحلقات. اوه رينج زائد واحد. What? That's so 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 no nice. That's so do. هذا سلاح رهيب. خليني wait. باخذ رصاص منهم.
That's nice. دور منيح. ها؟ Inventory is full. Yes. Oh. هذا الفست عليك يجنن. هذا الفست عليك يجنن. أقوى من الباقي. ركز يا فسفس. بركي لقيت شيء أحسن. ركزي يا آية. دانيال بتحسه بيشتري مجوهرات. What are you doing, فنونيس؟ Oh, your inventory is full full. أخذنا دول دول. تنم نم ننو نو. Now what? في شي تاني. Let's go, man. أخذنا سلاح. أخذنا أثر شوي. لا يزال سلاحي أقوى. طلع هاد 17. هاد 10. 17. 32. روح يا. We don't need you يا فنونس. خلينا نقوي الرايفل. واو. Let's go, let's go, let's go, falafel. Let's go, let's go, let's go, falafel. مش بس. Oh damn. قويناهم بزيادة I think. أعتقد إني قويت الدرع وزيدت الكاباسيتي تبع الرايفل. I think. Let's go. Let's go. احنا وين رايحين هلا؟ وين بدنا نروح يا دانيال؟ انا وانت وما ايدا. وين بدنا نروح يا دانيال؟ يلا مش قابلة تركب. طيب هلو.
وبحكي لي اركب السيارة يلا. The door is broken. فكرت بقول لي يلا. أنا فن يا فس فس أنا فن يا هس هس. يس هاي الريفايف رهيبة، بس متت عاشت لحالها مرة تانية. يعني أوتو يوز. أوه ميديسن تو ميديسن تو تو ميديسن تو ميديسن تو تو فننننو فننننونو. أكبر هالصيدلية نعم. هذا باب. أوه باب مليء بالصناديق. CR evade. شو يعني؟ What is this? أو هاتن زي الديفنس مثلا. Increase critical evasion. Increase. ها أحلى آية آية يا أو. وهاي أحلى تول. على فكرة لازم ناخد أسلحة كويسة عشان نعمل التول هاي. بحس التول إذا بتستخدمها مع أسلحة ضعيفة بتضعف السلاح اللي بدك تقويه على أساس. أنا حسان كل ما أشوفه يبث أرتاح. ياهيهي وكيسعدك يا جعفر. وأنا كل ما بشوفكم في الشات وفي الستريمز وهيك برتاح كمان. يسعدك. Let's go man. Are we done? Let's move. ماي شايفين شو بقول لي؟ Let's move. Oh. شو؟ Oh. Oh, okay. ايش جود شو ضي او ما هو اذا بتضغطش اكس على المكان اللي لازم تضغط عليه اكس it will never happen. شو سوها هاي؟ أنا أهم إشي عندي ما يكونش في. What the hell؟ وين نروح؟ ليش رجعنا هون؟ ليش رجعنا هون يا فسفس؟ ليش رجعنا هون؟ هي هاي سوهو؟ هو هو هو. طيب. وين بدك تاخذنا؟ اوه بدنا نروح عند الباحث. صارت عالم مفتوح. باراسايت ايف صارت وين بدنا نروح؟ في اي مكان في منشأة بحث؟ ريسيرش فاسيلتي. بدي أعمل تجربة، أجرب إشي ممكن يكون إلى علاقة. ها؟ شو رأيك بالمنشأة اللي في المتحف محل ما كان كلام؟ إذا تفكيري كان صح. المفروض إنهم أخلوه، فأكيد مش هناك كلام بتقول لك. خلينا نروح هناك. Let's go, let's go, let's go, yeah. Daniel, let's go to lab.
let's go to lab. ايوه مين؟ حيلب في راس. دينج دونج. ليش حاسس كلامب ما تركش المكان ولساته موجود؟ ما اظنش يا آية انهم عملوا له ايفاكويشن. انا عند الباب حسان افتح. دينج دونج. اوكي ايش بدك تجرب يا مايدا؟ مايدا قدرت استخرج مادة بتشبه الجل من لبس آية. جل؟ هو من ايف؟ يب شكله بقايا خلايا ايف، كان على لبسك. اوكي على الدرجة الخليوية قوتها مش حتكون بقوة آية زي ما حكيته قبل. طيب يعني آية اقوى منها. What are you doing? اوكي الله يسعدك يا أب فراز، وك الله يسعدو. إن شاء الله دائما بتكونوا مستمتعين معي حتى في هذه الألعاب الصامتة. إيش اكتشف؟ يلا قول. Take a look. بقولها What is it? Oh درسنا النهاردة عن شريط الجينات الدي ان اي والذي يرمز الى What's going on? Your cells are completely surrounded by them. خلاياك محاطة فيهم. محاطة باللي هي خلايا إيف. زي ما أنت شايفة إيف سيطرت على النواة اللي هي الخلايا، يعني خلايا إيف. الوحوش اللي هاجموك قبل على الأغلب اختبروا أو صار فيهم نفس الشيء، إنه خلايا إيف سيطرت على خلاياهم وحولتهم لوحوش. معقول الميتوكوندريا عندها القوة إنه تسيطر على النواة إذا كانت متحولة؟ هاي بقول له الميتوكوندريا العادية لا، بس الميتوكوندريا الخاصة بإيف راحت أو دخلت في مرحلة تطور كبيرة جدا وتغييرات كثيرة جدا. Love you more يا أب فراسو. أوكي يسعدك. أنا أصلا أنا أكثر إشي بحب أعمله إنه أفهم وأترجم عشان الكل يفهم معي، وإذا في إشي ما انتبهت لهش يحكولي. هلا كيف الميتوكوندريا تبعت إيف دخلت في مرحلة تطورية كبيرة؟ مين اللي كعكش وخبص فيها؟ طيب بالعادة الميتوكوندريا بدها أكسجين لما تولد طاقة اسمها ATP أسيدين تراي فوسفيت أو أدونيسايت مش عارف شو هي، دائما بلخبط فيها حرف الـ A. The mitochondria requests oxygen from the nucleus. طيب without the energy supply from the mitochondria the nucleus cannot function. بدها أكسجين بالنهاية عشان تطلع طاقة. So in essence the two organelles
constantly rely on each other. But in this case, it seems that Eve developed the power to reverse this symbiotic relationship. Evolution or even mutation seems likely in this case. Reverse the cycle. Look at this. Even with a limited number of cells, her cells have this much power. Can you imagine how much power Eve has within her whole body? بدها إياه يعمل تجارب على خلاياها هي. خلايا آية. هلأ هو شو اللي حكاه؟ اللي حكاه إنه الميتوكوندريا عشان تنتج طاقة بدها أكسجين، هذا الوضع الطبيعي. بس إيف عكست هذه الدائرة، يعني بطل بدها أكسجين. I think. طب أوكي، أعمل تجارب على خلايا آية، خلينا نشوف. أنت تعرف ليش هي عندها القوة لحتى تقتلها؟ Yeah, let's go. أخذ كنا عين الدم. أخذ عين الدم. طب ادمج خلايا إيف مع خلايا آيا. مش حتسيطر عليها خلايا إيف أكيد. شوفي بنفسك بقولها. كاتسين. يس. طردتهم. شفتوا الخلية كيف طردت خلايا إيف؟ الميتوكوندريا عم بتولد عندك طاقة، أو عم تعطي النوية طاقة أكبر من اللي بتولدها خلايا إيف، عشان هيك عم تطردها. كأنهم عم بيحموا النوية تبعتك من ميتوكوندريا إيف. ليش ميتوكوندريا آية عندها كل هالقوة يعني؟ I don't know. بقول له باختصار إيف هي بتحاول تدمر كل الميتوكوندريا باستثناء الميتوكوندريا الخاصة فيها، ولكن ردا على ذلك ميتوكوندريا آية طورت قوة لحتى تثور على اللي بدها إياه إيف. بس ليش بس آية؟ بقول لك دانيال بالضبط، مش المفروض كلنا هيك؟ بس بعرفش، بقول لك بعرفش السبب. ايش فيه؟ شكن جنو كنه اجا هداك، اجا كلامب، هيو اجا بتعملوا ايه في مختبر يا ولاد الدزمة؟ هذا يعد اقتحام. ليش ما تركت المدينة يا هبل؟ انا عم بسأل ليش في ناس في مختبري؟ احنا كنا، احنا بس، احنا رحنا، احنا جينا. لقد وصلتنا اوامر باخلاء المدينة، فيجب عليك أيها البروفيسور أن تخلو المدينة، أو تخلي المدينة. لقد قلت لك، الشرطة في هذه المدينة هم المسؤولون عن فسادها. يس. دانيال. Who the hell are you? I am كينيكو مايدا. أنا عالم من اليابان. أنت كنت بتستخدم الميكروسكوب بتاعي؟
اعترف اعترف يا دزبة. اللي واه ايه ده، انت جبت العينة دي منين؟ انت جبت الخلايا دي منين؟ دول انا جبتهم من ال... انا قصدي انا انا مش عارف انا. انت فاكرني غبي؟ يلا فاكرني غبي؟ ده انا اقطعك اقطعك واشرب من دمك. الخلايا دي اللي جبتها they must affect the body's natural state. oh shut up. اخرس ما اسمعش كلامك. قفل بقك. لا مش قفل، استنى مش قفل بقك. ايش بقوله؟ مش لا ايه، ما اسمعش صوت خالص. خلاياكي فيها طاقه مبهره، طاقه كبيره قوي يا بنت. مش يا بنت بالاخر. بتحسي باي تغيرات جسديه يا آية؟ اي ايه ايه كله بتأتأ في اللعبة هاي. اكيد حاسة بحرارة كده جوا، امال ايه؟ ما ترفعي صوتك يا بت، مش سامعك مش سامعك خالص، ارفعي صوتك. ايش فيه؟ هاي ايه ده ايه ده، بحق الجحيم. اسم ابني هنا ليه؟ اسم ابنه هون، اسم ابنه هون. بن ولورين، اسم ابني ومراتي بيعملوا ايه على الجهاز بتاعك يا ناقص؟ كلمني فهمني. كلمني كلم كلم كلمني فهمني فهم. ليش اسماء عيلته على جهازه هذا؟ مش عم بيقول له بس. انا مش مضطر اقول لك حاجه خالص، انا عايز المحامي بتاعي دلوقتي. انت بتقول ايه؟ اهدى يا دانيال اهدى، مش وقت السعادي. دام اطلعوا برا لو سمحتوا، برا. كلامكم يبقى مع المحامي بتاعي، حرفع عليكم قضية في البطنية. اسفين لإزعاجك يا بروفيسور، لكن لازم ننبهك بشكل رسمي إنه ضروري تخلي المدينة، أرجوك اتذكر كلامي. لا أقطعك حتة. أوكي. الملازم بريا، أنت مبسوطة قوي مع البربري يما؟ نو جايز، بدي أفصل الستريم، طفت الكهرباء. طفت الكهرباء، انا اسف. بنكمل بكره معاي انتو، بكره بنكمل فصلات الكهرباء. لي. يلا باي، بلاش يفصل كل اشي عندي. سامعين صوت ايه؟ نلاقيكم بكره، تصبحوا على خير، احنا اسفين. باي.